صباح النور مشاهدينا، نكرر هذه التحية رغم كل الصعاب والمآسي والظروف القاسية، لأن في الصباح نورا يفيض أملا على كل الناس. فقرات منوعة وعديدة لليوم الجمعة 22 من يونيو 2018، بين النغم والسينما وتقارير من مختلف الدول العربية. نبذة عن هذه الفقرات في هذا التقرير. البداية من سلطنة عمان وزيارة إلى شلال عين طبرق. تمارين رياضية جديدة لإبراز عضلات المعدة في فقرة الجسم السليم. إلى فلسطين وإضاءة على المسرح الوطني في القدس. ومن فلسطين أيضا تقرير عن مشروع وصل للخط العربي. أحدث الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج صباح النور. إلى الدوحة وموضة صيف 2018. ومن مصر تقرير عن فن الرسم على السيارات. أخبار سينمائية متنوعة في فقرة الفن السابع. أيمن أمين ضيف فقرة نغم لليوم. أما ألذ الأطباق فمع شيف بلقيس وفقرة ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا، صباح النور توني وسارة. صباح النور رابع. صباح النور سارة، منورين. منورين بوجودكم. كنا عم نحكي عن مشاريع الصيف، بما أنه نحن دخلنا فعليا بفترة الصيف، وأكيد كتير من الناس عندها مشاريع، كان سفرات والكان حتى أمور داخل البلد. شو مشاريعكم؟ أنا حجزت لرحلة الصيف من الصيف الماضي. حلو. لقيكم بسجز إسبانيا بأول أسبوع من سبتمبر. حلو حلو. بس أنا هون في عندي شخص موجود بيناتنا، هو بيعرف حاله، ما بيفكر كتير بحاله. أنا وياك يا راوية الدغري هلأ عرف حاله. كنا عم نشجعه أنه إيه الحياة تستحق بعض الاستمتاع. أنا كنت عم فكر أنه في شيء اسمه مشاريع الصيف أصلاً، أول مرة بسمع التعبير. ولكن أكيد هو فصل الصيف فصل حلو، يعني الشمس بالذات في منطقة باردة، في منطقة يعني جوها العام أبرد. يعني يمكن أنا لأنه تعودت على مناطق حارة فبنحتفل بالشتاء أكثر، ولكن هنا بيحتفلوا بالصيف وفعلا الجو فعلا رائع. فبالنسبة لمشاريع الصيف وموضوع يمكن أبتدي أفكر فيه بعد الحلقة، ولكن خلاص صرتي بيناتنا بدك تعيشي مثلنا. نعمل مشاريع الصيف. وأنت؟ أنا إيه أكيد في مشاريع، ممكن على سبتمبر أو أيلول بآخره. مش رح نتخانق على الإجازة أصلا، ما حيدوكم إجازة مع بعض. استوديو صباح النور فاضي بسبتمبر. شايف. بس مشاريع الشيف بلقيس أكيد مختلفة ومنوعة بكل الفصول وتواكب الفصول، وخاصة فصل الصيف، لأنه الكرز حاضر بوصفتنا، وصفة الحلوة لليوم. خبرينا شيف. صباح النور. نحن مثل ما قلنا بداية فصل الصيف دايما مندور على الأشياء اللي بتبورد. اليوم رح أعمل مهلبية بالكرز. حلو. كلنا بنعرف أنه موسم الكرز هالسنة كتير طيب. حأعمل طبق حلو هو الدجاج بالسبانخ والفطر والكريم فريش. يعني طبق رئيسي بالإضافة إلى طبق حلوة إلى جانبه. رح نتابع تحضيراته بأكثر من محطة. شكرا راوية، شكرا شيف، ومتابعين معك خلال الحلقة. مشاهدينا أنتم أيضا للتواصل معنا يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر أمامكم الآن أسفل الشاشة. كما ندعوكم لتحميل تطبيق التلفزيون العربي على هواتفكم الذكية لمشاهدة كافة برامجنا. والبداية كالعادة مع آخر الأخبار العربية والعالمية تطلعنا عليها اليوم الزميلة فرح فواز مع الخبر. صباح النور سارة، صباح النور رابية، صباح النور توني، صباح النور مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. قصف جيش النظام السوري بالمدفعية مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد في تصعيد متواصل من جانب النظام الذي تعهد باستعادة المنطقة المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12500 مدني فروا من مدينة بصر الحرير ومناطق مجاورة في محافظة درعا على مدى اليومين الماضيين. وتضاربت تقديرات مسؤولي المعارضة المسلحة عن عدد النازحين. وكانت واشنطن حذرت من أنها ستتخذ إجراءات حازمة ومناسبة
ردا على انتهاكات الحكومة لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي بهدف احتواء الصراع في جنوب غرب البلاد. بدأ التحالف الذي تقوده السعودية بتوجيه هجومه للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي، وذلك بعد انتزاعه السيطرة على مطار المدينة من أيدي الحوثيين. وتعهدت السعودية والإمارات بعملية سريعة للسيطرة على الميناءين الجوي والبحري دون دخول وسط المدينة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية. وتخشى الأمم المتحدة أن يفاقم القتال العنيف أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، بما أن ميناء الحديدة يعتبر شريان الحياة الرئيسي بالنسبة لمعظم اليمنيين. قال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي للسلام جيسون غرينبلانت اجتمعا في الدوحة بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. وأفاد بيان البيت الأبيض بأن الاجتماع ناقش زيادة التعاون بين واشنطن والدوحة وسبل تقديم المعونة الإنسانية لقطاع غزة الفلسطيني وجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وكان كوشنر وغرينبلانت قد التقيا في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس في ثالث محطات الوفد الأمريكي بالمنطقة بعد زيارة الرياض وعمان. وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بيروت قادمة من عمان، وقد أجرى رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري محادثات مع ميركل في السراي الحكومي تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري. وتستمر زيارة ميركل إلى بيروت حتى اليوم الجمعة، تلتقي خلالها الرئيسين ميشيل عون ونبيه بري، وسيكون موضوع النازحين السوريين في لبنان على رأس جدول أعمالها. ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رفات جنود أمريكيين مفقودين منذ الحرب الكورية في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة من كوريا الشمالية. وقال ترامب في اجتماع لإدارته إن الكوريين بدأوا عملية إعادة رفات أبطال البلاد كما وصفهم. وذكر أحد المسؤولين أن من المتوقع تسليم عدد كبير من الرفات، قائلا إنه من الصعب تحديد عدد الجنود الأمريكيين الذين سيعاد رفاتهم، إذ سيتطلب ذلك فحوص يجريها الطب الشرعي لتحديد هويتهم. اكتشاف جديد في عالم الأمراض عثر عليه العلماء في روسيا، فمن خلال تحليل الجين الوراثي لأسنان أحد الهياكل العظمية التي تعود إلى أكثر من 3000 سنة، تبين أن مرض الطاعون كان متفشيا في ذلك الزمن، ما يجعله من أقدم الأمراض التي عرفتها البشرية. التحليلات أظهرت أيضا أنه كان هناك نوعان من الطاعون في حقبة يعتقد أنها تعود إلى العصر البرونزي. يذكر أن الطاعون كان ضرب روسيا بشكل كارثي عام 1771، حيث قضى على نحو 50 إلى 100 ألف ضحية. يعني اكتشافات غريبة بيكتشفوها كل يوم. أنا كنت مهتمة جدا أن أعرف تاريخ الصداع كمرض متفشي بشكل فظيع. تخيل أن الديناصورات كان بيجيها صداع. ليش فكرتي بالصداع خصوصا؟ لأنه أكثر مرض منتشر والكل عنده صداع على طول. هل يصل إليك؟ نعم. بس يمكن مهم جدا أنه هذه الاكتشافات أو الاكتشافات الطبية اللي عم بنعيشها هلأ قدي حلت مشاكل لأمراض كانت عم تحصد الملايين من الأشخاص. صحيح. قبل وهلأ صار إلها دواء. يعني الطاعون أصبح مرض ولت عادي. بس رابية صح أنه الطاعون يعني بطل منتشر كتير قد ما كان منتشر قبل، ولكن التجارب العلمية والأبحاث ما توقفت. يعني في أمراض خفت نسبتها عن ما كانت بأيام سابقة، ولكن بعد الأبحاث مستمرة والاكتشافات العلمية ربما مستمرة. لأنه بيعود وبيظهر في مناطق بين الوقت والتاني. صحيح. والطاعون معروف أنه هو كمرض يعني حتى أصبح يشار بكل شيء بتفشى بسرعة فظيعة إنه طبعا. مثل الطاعون. فالطاعون صحيح إنه ممكن يكون غير موجود، ولكن في حالة ظهوره قد ينتشر بسرعة فظيعة ولا يستطيع لا يكون بالسهل. تروح على أمور أكثر مستعصية أكثر. من يومين حكينا إنه حتى الـ HIV اللي بسنة 87 يعني من 20 سنة كان مرضا قاتلا صار مرضا مزمنا فقط. وفي أمل كتير بإنه يتم إيجاد الشفاء الكامل له قريبا جدا.
صحيح. يعني هو انا رح انتقل هلا على عناوين الصحف قبل ما نتحول لفقره طبيه. يلا مضطرين نروح على اجواء اكثر سلبيه. بس انت شباب انت فتحت الموضوع. انا يعني ما بنمزح معكم ابدا، ما فينا نفتح معكم ولا موضوع. خلينا ننتقل الى عناوين الصحف مشاهدينا ونبدا هذه الجوله مع صحيفه القدس العربي التي ركزت على ملف القضيه الفلسطينيه وعنوانات: وفد فلسطيني زار الاردن للاطلاع على نتائج لقاء جاريد كوشنر بالملك عبد الله الثاني. مصادر اسرائيليه: البحرين استجابت لطلب تل ابيب شطب موضوع القدس من جدول اعمال اليونسكو. أما العرب القطرية فقد عنونت: قال أمام البرلمان الأوروبي إنها تتهم كل من يخالفها الرأي بالإرهاب. محمد بن عبد الرحمن: دول الحصار تصعد ضد بلاد أخرى بالمنطقة. إلى الحياة التي اهتمت بتطورات في اليمن وجاء في عناوينها لهذا اليوم: خسائر فادحة للحوثيين وإيران ترسل مدمرة وحاملة طائرات إلى خليج عدن. تعزيزات لإطلاق معركة تحرير ميناء الحديدة. لبنانيا ومع صحيفة الجمهورية التي اهتمت بمفاوضات تأليف الحكومة الجديدة وقالت: الحريري لبري الحكومة قبل نهاية الأسبوع. إلى تونس مع صحيفة الشروق التي تبعت ملف مركب قرقنة الذي غرق قبل أيام وقالت: حقائق جديدة حول فاجعة قرقنة. أما الدستور الأردنية فقد تابعت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى المنطقة والتي شملت الأردن ولبنان وقالت: بحث والمستشارة الألمانية علاقات الشراكة الاستراتيجية وجهود تحريك عملية السلام. الملك: لألمانيا والاتحاد الأوروبي دور رئيس في تعزيز جهود السلام. وختاما ننتقل للإضاءة على ما نشرته صحيفة العربي الجديد في عددها الصادر لهذا اليوم وفي العناوين الرئيسية: سوريا نزوح جماعي يسبق معركة درعا. أما في عنوان صورة الغلاف: مالمو إرهاب العصابات. وفي زاوية كأس العالم عام 2018: فرنسا تلحق بركب المتأهلين في كأس العالم. وأخيرا كاريكاتشير العربي الجديد بعنوان: جونين سيجيف للفنان علي المندلاوي. مشاهدينا هذه كانت جولتنا على الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة، ملتقانا على رأس الساعة المقبلة. أما الآن نترككم مع الزملاء وشو عندكم فقرة طب لبتكن يا ثقافة فن اليوم لبتكن. ما بقى نقرب على الطب بس لنهدي فرح، خلينا نروح على الطبيعة، شو رأيك؟ أوكي موافقة، بقلي فرحانة ما أكثر. أجواء صيفية. إذا شكرا لك فرح، بانتظار الموعد الثاني التالي معك. وكما قلنا سنبدأ مشوارنا اليوم من سلطنة عمان ونتعرف على عين طبرق بموقعها المتميز، حيث تطل عليها قمم جبلية شاهقة ورواب فسيحة. التفاصيل من أمنا الطبيعة في هذا التقرير. مشهورة في مكان السياحي في محافظة بوفار، انها نبع شلال من العين نفسها من الجبل. يزوروها كثير من السواح ليشوفوا الشلال المائي، وهذه كانت مورد قديم لاهل الجبال. كانت مورد قديم لاهل الجبل، كانوا ينزلون اصحاب الجبل من الجبل ياخذون الماء ويرجعون الى الجبل مره ثانيه ويشربون ويوردون إلى العين نفسها. والحين هي معلومة سياحيا بكثرة الزوار اللي يزورونها يشوفوا الشلال عين الماي ويشوفوا العين الثانية اللي هي بجنبها عين طبرق، نفس الشيء هي عين ماي وكانت مورد قديم لأهل الجبال وأهل الماشية، كانوا مورد أساسي لأهل المنطقة. مرة نجي بس انبسطنا مرة كثير كثير كثير، المكان واجد روعة واجد حلو والناس هنا طيبة جدا جدا جدا. مكان اللي هو أثوم اللي هو عين وشلالات أثوم اللي هو طبعا تبع محافظة ظفار في سلطنة عمان.
هو الارتفاع تقريبا 300 متر ارتفاع الشلال اللي ينزل الى من فوق، والعين هي اساسا فوق داخل الجبل وتجي مثل السيل لين توصل للشلال نفسه، وهذا مجراها لهنا يوصل الى السهل تحت. لا الشلال هو عباره هي كانت دائمه، العين كانت دائمه لان كان في مطر كثير، بس السنوات الاخيره بدات عين على تبدا على الموسم على حسب المطر، والموسم يبدا من تاريخ 21/6 وينتهي الى 21/9 اللي هو موسم الخريف، يترادف عليه الزوار بكثره الزوار الى صلاله تاريخ اكثر شيء من شهر 7 لين شهر 9 الى هذا المكان والشلال ينزل، بس هذا السنه الشلال قليل لانه ما في كان مطر قوي، ما في نفس الموسم القديم ماشي، بس الحمد لله في شلال خفيف والناس مستمتعه في المكان. والله في اشجار اللي هي شجر التوت، في شجر التوت البري هذا، وفي اشجار للدواء للعلاج يستخدموها الناس قديما كعلاج للجلد او للتسمم او للحكه او للجرح. إذا في بلد في العالم عنده الطبيعة اللي عند سلطنة عمان. صحيح، وغريب هالمساحات الخضراء الكبيرة بقلب الصحراء خلق نوع من التناقض الجميل. صح. يعني ما بعرف إذا بمحل معين صرنا عم نكرر حالنا على قد ما عم نتغنى بالطبيعة الجميلة بسلطنة عمان، وقد هي عن جد إبداع من الخالق. صح. بتعرفي بعمان في 4 مواقع واردة على لائحة التراث العالمي، حتى في رقصة اسمها رقصة البرعة. رقصة البرعة اجت حتى ضمن الثقافات المتوارثة عالميا الأكثر غنى. بس تعرف توني، يعني بما أنه في هذه الرقصة اللي هي مدرجة عالميا واللي هي ولكن نحن ما بنعرفها، وهون ربما لازم الإضاءة على دور وزارات الثقافة، وزارة الثقافة هناك والإعلام العماني بالإضاءة على الأمور المهمة هناك. يعني ما في حدا ما بيعرف الرقصة الخليجية أو الدبكة اللبنانية، لماذا؟ لأنه في إضاءة عليها، في ترويج لها، في دعم لها، ومن هنا يعني ضرورة دعمها. في صباح النور طبعا طبعا. يعني حلو، وحلو كمان انه الان احنا في صباح النور دائما بتطلع معنا زي ما قلت راوية تقارير دائما عن سلطنة عمان، بنتعرف فيها على بلد يعني انا يمكن ما كنت بعرف عنه كثير. صار لازم نزوره اكيد. بس الان لازم نروح للتمارين الرياضية ولفقرتنا الرياضية. نعم. واليوم حنتكلم عن موضوع هو الموضوع الأساسي وأول شيء بنفكر فيه لما نتكلم عن الرياضة، المعدة وعضلاتها. تمارين اليوم رح تكون مشاهدينا عن تمارين جديدة لإبراز عضلات المعدة، التفاصيل مع مريم بعينه في الجسم السليم. صباح النور. صباح النور مريم، اشتقت لكم. وأنا كمان. واضح أنه في البحر أكيد، وخاصة تمارين جديدة للمعدة هيك بتهم يعني كل الأشخاص هيك، لأنه في موسم البحر هلأ. خليني قبل ما نعرف تمارين اليوم أسألك سؤال مريان، ليه دائما المشكلة في الحياة هي تمارين المعدة، ويقال دائما أنه كأنه في ستار من الدهون بيقعد قدام المعدة بيرفض تماما أنه إحنا نلاقي النتائج اللي إحنا بنطمح ليها؟ أكيد سارة، أهم شيء يعرفوا المشاهدين أنه نوع الأكل اللي نحن بنتناوله إذا كان كتير عالي أو غني كتير بالسكر وبالنشويات وبالملح هو اللي بيسبب تراكم الدهون العنيدة، ما تسمى بالدهون العنيدة بمنطقة المعدة. مشان هيك أوقات منشوف كمان عند الرجال خاصة بنسميه الكرش البارز أكتر، لأنه في عنا موليكول أو في جزيئات تماما موجودة بالمعدة، هي اللي بتكون بتمتص هول المواد الغذائية بالمعدة، مشان هيك بتبين عند الرجال بشكل بارز، وعند النساء كمان بتبين بالمعدة الجزء الأوراق. السفلي من الجسم الأوراق. صحيح مزبوط 100%. تنعطي يعني كل جنس حقه مزبوط. طيب خلينا نبدأ بالتمارين نتفرج أكيد. عليها، وإذا عندنا أسئلة أكيد حنسألك
أثناء سارة مرة. اليوم بس بحب نوه إنه نحن سبق قمنا بتمارين للمعدة، هلأ هيدا التمارين هي جديدة كمان بيقدروا يقوموا فيها الأشخاص المبتدئين والأشخاص اللي هن رياضيين. نعم، بس أهم شيء لازم يعرفوه عطول بحب كرره إنه 80% من المعدة هي صنع في المطبخ، يعني لازم يكونوا عم بيتبعوا حمية غذائية صحية غنية وعالية بالبروتينيات وبالألياف كرمال يقدروا يحصلوا على بطن نحيف ويبرزوا عضلات المعدة، لأنه نحن حتى لو هلا قمنا بعضلات بتمارين ورحنا أكلنا أكل منه صحي ما حنكون عم نفيد جسمنا، لازم نكون متبعين حمية غذائية مع التمارين الرياضية لنحصل على الهدف اللي نحن بدنا إياه. يعني كلامك محبط. نعم، إنه التمارين الرياضية ممكن تخفف الذنب يلي ممكن ناخده من الأكل. لا كلام محبط للي بيحبوا الأكل زي بس يلا. ليك سارة أنا بحب على طول أقول إنه الحلو الواحد يعني خير الأمور أوسطها، يعني فينا ناكل أكيد نتبع فينا، يعني إذا عملنا تشيت ميل إذا أكلنا أكل منه صحي مرة بالجمعة ما رح يأثر على أنه تتراكم الدهون بجسمنا، هذا مفهوم خاطئ، بس أنه كرمال صحتنا قبل كرمال جسمنا لازم العالم أنه يعرفوا لازم يتبعوا حمية غذائية صحية. يلا إحنا متحمسين ونبدأ. يلا صباح الخير لكل اللي عم يحضرونا، مثل العادة كارول وأنا اليوم رح نفرجيكم التمارين الجديدة. أكيد مشاهدينا أنتم بالبيت بيكون عندكم مات أو فرشة. أول تمرين رح نكون شابكين الأرجل ببعضها، من هون مشاهدينا رح ننزل الظهر بيكون على الأرض، رح نوضع إيد هون، الإيد الثانية بتكون من وراء الظهر، نطلع لفوق من مدة من دق إيدنا على جنب. من هون مشاهدينا أشخاص اللي بعد ما عندهم قوة بعضلات المعدة يطلعوا كل هيدي الطريقة بنصحهم يمدوا الرجلين لقدام، من هون ساعتها بيقوموا بهذا التمرين وبينزل. اوكي، هيك ساعتها عم ياخذوا قوه من الارجل بتخليهم يدفعوا اكثر بيشدوا بعضلات المعده وبعضلات الكتف. رح نبلش مره حبينا الجيلي. اثنين، ميرسي توني. ثلاثه، ما قلنا هاي لكارول. اربعه، لكنك فعلوا لنا هاي. خمسه، ستة، بدنا نقولها مبروك لكارول لأنه هي كمان صارت مدربة رياضية. مبروك كارول. هذا كان أول تمرين. ثاني تمرين رح نشبك الأرجل ببعضها بهيدا الشكل، من هون مشاهدينا رح نكون نايمين، رح نعلي فقط الأرجل صوب الجزء العلوي، ننزل من دقهم بالأرض. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية. هلأ زيت الحركة بس من هون مشاهدينا رح نعلي نتفش الحوض لفوق. الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالظهر ننصحهم يوضعوا الأيدي تحت الأرداف، من هون يقوموا بالحركة. كمان الحركة بدها ليونة. ثلاثة، مش ضروري توني، الأشخاص اللي ما عندهم ليونة زائدة في يكونوا مددين إجرين شوي لقدام بيقدروا يقوموا بهيدا الحركة، بياخدوا نفس الفعالية. نعم، سبعة وثمانية. من هون مشاهدينا رح نمدد الأرجل إلى الأمام، رح نعلي قدم لفوق، فينا نعليها لهون، محبز نعلي لهون لأنه بتصير تقل أكتر على المعدة. من هون نلقط الرجل ونطلع. ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. طب مريان، يعني يقال بأنه الناس اللي عندهم دهون متكدسة على البطن أيضا بينصحوا المدربين أنه يضلوا يعملوا تمارين للمعدة كرمال بس تخف هذه الدهون نتيجة المشي والتريدميل، أنه تنبرز أكثر العضلات. هل هذا الشيء صح؟ يلا هلأ بجيبك. وآخر مرة مفهومين، في عالم بيتبعوا الأولد سكول أي المدرسة القديمة والمدرسة الحديثة. بالنسبة لي شخصيا أنا كماريان ما بنصح شخص يعمل حمية غذائية بس بلا ما يكون عم يعمل رياضة، لأنه هذا الشيء بيؤدي إلى ترهل في الجلد وخاصة في منطقة المعدة وخاصة للنساء، لأنه النساء بعد الولادة أوقات مع الولادة وكل الهرمونات اللي بيقطع فيها الجسم هذا الشيء بيأثر على الجلد أو نوع الجلد حتى عند الأشخاص. بالنسبة لي أنا بفضل الشخص يكون عم يتبع حمية غذائية ويعمل معدة، وفي شيء العالم ما بيعرفوه أنه نحن بحاجة يمكن لنهار واحد فقط
إذا منخصص ساعة أو 45 دقيقة إنه نشغل المعدة تبعنا هي كافية، مش إنه مثل ما بيفكروا المفهوم خاطئ إنه أنا إذا كل يوم عملت معدة يعني رح أبرز عضلات المعدة، هذا شيء كتير خاطئ، بالعكس هذا هون بنكون عم نعمل بلوك للجسم ببطل الشخص يستفيد. مشان هيك يعني بيرجع التركيز للأكل قبل التمارين الرياضية ومع بعضهم طيب يزول، لأنه في أشخاص يمكن يعبوا العضل تحت الدهون، هذا الشيء بتضل نلاقي إنه في المعدة أو المعدة يعني إذا شدوا هون بنلاقي المعدة عندهم شديدة، بس بنلاقي في دهون يعني ترهل واضح على الجلد تبعه. تمرين التاني مشاهدينا رح نكون فاتحين وموسعين الأيدي بهذا الشكل، رح نرسم شكل دائرة بالفعل تمارين حديثة. ثلاثة نعم، شو خليقة أربعة شو خليقة هالكاريه، خمسة مبينة سودة أنا اليوم على الكاميرا، سبعة ما كنت عارفة هيك تحت الإضاءة كل الألوان بتلبق لي ميرسي توني. تمرين التالي رح نكون شبكين الأيدي بهيدا الشكل، من هون رح ندق ببوكس بإيدنا على الأرض، هيدي لطرف المعدة صح؟ مزبوط للخصر، بس نحن بمجرد توني مراجعين الظهر لورا نحن عم نشغل كل عضلات المعدة اللي هي موجودة هون، مش هيك الأشخاص اللي عندهم وجع ظهر أو بعد ما عندهم قوة في يكونوا مقربين بهذا الشكل وعم بيقوموا بالتمارين هون. نعم. التمرين الخامس الأخير نعم، رح نبرم الخصر لهون، رح نمد الأرجل لقدام، من هون مشاهدينا ونرجع لهون. نعم. يعني كنت عم أقول لك تمارين حديثة لأنه يمكن مهم نغير أشكال التمارين حتى ننوع. صح. وما تكون الرياضة مملة. مزبوط توني، وكرمال الجسم يصير يستفيد لأنه كل فترة لازم يكون عم نغير طريقة التمرين تبعه. تصدم العضلة. صح. أنا التقيت مشاهدينا بتوني بالجيم هذيك المرة بالنادي الرياضي. كان الشرف. مريان حابة أسأل سؤال جدا مهم. نعم. بيقال إنه في ما يخص المعدة. احنا بنتكلم عن فكرتين لازم نتبعهم في الرياضة، الأولى تذويب الدهون وده بيكون عن طريق تمارين الحرق الكارديو أو غيره وبناء عضلات المعدة، أحيانا بيحصل لخبطة عند الناس يمكن ما بين الاثنين، إنه قد ما حنعمل تمارين معدة حتكون في العضلات ولكن مستخبية وراء هذه الدهون، لازم تتحرك كمان. مزبوط؟ مزبوط. هي ليك سارة، هي طبعا هلا في كمان مفهوم خاطر على طول بحب اذكر على هول لانه هذا بدومين تبعي بالمجال تبعي، انه رفع الاثقال بخليك تحرق دهون اكثر من حيلا تمرين بشغل عضله القلب. هذا شيء يعني خاصه بحب اذكر يعني بشدد عند النساء لانه بيخافوا من رفع الاثقال، اذا كان عم بيتم هيدي الطريقه اكيد نكون يعني بذات التمرين تبعنا نفوت الكارديو التريدميل والستابر، نكون مخصصين وقت لانهم بذات التمرين نرجع نروح نعمل رفع اثقال، بتكون هيدا هي الاحسن شيء للجسم والاسرع، بتعطينا اسرع نتيجه. بس دائما يفضل انه نمرن معدتنا بعد رفع الاثقال يعني. صح. باخر التمرين الرياضي. او فينا مثل ما قلت لك توني انا شخصيا بخصص نهار واحد بالجمعه بعمل فيه المعده كطريقتي انا يعني كمريان. انا هيك بتبع هذا الشيء وهذا اللي بيعطينا نتيجة للمعدة، والأهم بيعطينا نتيجة للمعدة الغذاء اللي عم بتبعه الغني مثل ما قلت بالبروتينيات، هو اللي بيساعد أنه تتشكل عضلات المعدة أسرع. جميل، شكرا جزيلا مريان، دائما بنستفيد منك، متأكدة بعد هذه التمارين إذا اتبعناها مع حمية غذائية مضبوطة حنشوف العضلات. أكيد أكيد. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا، فاصل نعود بعده لاستكمال صباح النور، فابقوا معنا. عدنا مشاهدينا في صباح النور وبداية ويك أند ممتعة معنا. صباح النور مجددا. صباح النور راوية. يعني قدمتي لنا الكرز في بداية الحلقة. شو هي فاكهتك الصيفية المفضلة؟ الكرز هي من الفواكه المفضلة جدا لإلي، والبطيخ يعني بمطر الصيفية كرمال البطيخ. يعني أكيد. اتفقنا على البطيخ وعلى البرازيل، ويبدو انه بنفضل البطيخ الاصفر. بيجمع بين البرازيل والفواكه. صح 100%. لنذهب اذا الى حلويات الكرز مع الشيف بلقيس، وماذا لديها في المطبخ اليوم في ولعشها؟
صباح النور لكل المشاهدين، إن شاء الله بيكون نهار جمعة مبارك على الجميع. اليوم رح بلش وصفتي بالحلو، هيك يبلش النهار حلو. رح أعمل المهلبية لأنه بتعطي برود، ورح نعملها بالكرز. أول شيء اللي بدنا نعمله، سخننا الحليب، رح ضيف عليه النشا وشوي من الطحين. بطنجرة تانية رح بلش اطبخ الكرز بطريقة يستوي وارجع شده بشوية نشا. أول شغلة مثل ما قلنا سخننا الحليب، رح ارخي الحليب بشوي، رح ارخي النشا بشوية مي باردة لأنه ما فينا نحط النشا على الحليب السخن، بيعمل يعني بيجمع، فهيك بيعمل حبيبات. فنحن هناخد نص كمية النشا على الحليب ورح ضيف عليهم شوي من دقيق الذرة أو الطحين. طبعا هي المهلبية حلويات تقليدية لبنانية، صح؟ بس بلشوا الشيف بلقيس هي الكرز، بلشنا نحن نتفلسف فيها شوي. ساعة منقول المهلبية بالبرتقال، بالمانجا، بالفريز أو بالكرز، يعني كل فلسفتك مرحب بها. بس في فواكه ما لا تلبق مع مع الحليب، مثل شو؟ مثل مع الحليب مثل شو؟ هلا اجمالا كانوا يقولوا الليمون او الحامض، بس رجعوا عملوا لها يعني مثل صرفه لهالموضوع، لانه دائما لما بنحط الحامض مع الحليب بيفرط. فلا هلا كانوا عم نشده بالنشا نرجع نحطه نكسه، يعني اجمالا لا، جميع الفواكه بتلبق صايره. هلا رح حركهم وضيفهم على الحليب السخن. اول ما بضيف النشا على الحليب السخن راح يشد. من عائلة المهلبية في الرز بحليب كمان، والكريم كراميل يمكن. حضيف السكر كمان مع الحليب، وراح شيل نص كمية السكر للكرز. طبعا لازم نضل لما نحط نشا وطحين لازم نضل تحريك مستمر. وطبعا المقادير على الشاشة مثل ما دايما بقول، صوروا ولا تضل محفظة على التليفون الوصفة. دايما لما بدنا نحط النشا والطحين مع الحليب بدنا نضل تحريك مستمر كرمال كمان ما يفرط ويضل قوامه متماسك. هلأ رح ضيف مثل ما قلنا الكرز مع شوي من المي. عم نسلق الكرز مع شوي من المي بس لحتى ينطبخوا منيح. هون نحن بدنا ننتبه انه كمية السكر بدها تكون مش كتير قوية، لانه الكرز من الفواكه يلي محتوي على مادة الحلو، هو يعني شخصيا انا كتير بحبه. والموسم عنا بلبنان السنة حبات الكرز عم تكون كبيرة وطرية وطيبة كتير، يعني ننصحكم تشربوها. هلأ مثل ما قلت لكم بلش يشد الحليب مع النشا مع الطحين، رح نكهه بمنكهات طيبة مثل الماء الزهر. رح حط مع الحليب شوي من شراب الورد يلي لونه قريب للون الكرز ليعطيني اللون الزهر غريب الحلو. حضور الزهور والورود شو حلو بالأطباق. يعطينا حتى زوايح تطلع يعني هيك. يعني الأشخاص اللي ما بيشربوا حليب، يعني أنا من الأشخاص اللي ما بيأكل حليب بطريقة مباشرة، ولكن مع المهلبية أو الرز بحليب بتقبله لأنه بيكون مكسور. وهيدي للأشخاص في أولاد بعد ما مثلا أول الرضع عم بحكي، أول ما ينفطموا بصير كل شيء لونه أبيض يزعجهم، يعني بيذكرهم بالحليب. فهيدا شيء كرمال يضلهم عم يشربوا حليب، نحن عم نعطي لون الزهر، فهيك ما ببين كأنه مش كأنه عم ياخذوا جلو او عم ياخذوا شيء ثاني. هلا رح ضيف فوق اللي شفناه، رح ضيف الفستق الحلبي، سوري، رح ضيف عليهم فستق الحلبي كمان. هلا بتغير الالوان الموجوده عليها. هون بلش يشد عندي، زدنا دسامه، بلش يشده. رح شيل بس الفستق اللي وقع عندي هون.
أكيد بدهم يتابعونا خلال النهار لأنه في وصفة كتير طيبة عبارة عن السبانخ مع الدجاج مع الكريم فريش والفطر والجبنة، وكمان رح يتقدم معه سلطة السبانخ مع الدجاج. أوكي، رح أترك وصفتي على النار مثل ما قلت لكم لا تشد. طبعا بالفقرة الثانية رح نكملها نرجع لعندكم. شكرا لك شيف بلقيس. عدنا مشاهدينا إلى فقراتنا المتنقلة بين الدول العربية المختلفة، والآن إلى فلسطين. المسرح هو الحياة والمكان الذي يمكننا أن نكون فيه أحرارا. الكلام للممثل المسرحي الفلسطيني ومدير المسرح الوطني الحكواتي في القدس عامر خليل. صحيح توني، فثلاثون عاما أو ثلاثون عملا مسرحيا في رصيد ابن سلوان الذي درس المسرح في فرنسا، ويطمح اليوم أن يجمع الأدوار التي أداها في حياته ضمن عمل واحد وأن يكون عملا ثقافيا. وبعد عقود من التمثيل يتفرغ عامر خليل اليوم لإدارة المسرح الوطني في القدس وإنتاج مسرحيات كان آخرها مسرحية من قتل أسمهان. للحديث أكثر عن هذه المسرحية من قتل أسمهان وعن المسرح الوطني في القدس، يسرنا أن ينضم إلينا مباشرة من هذه المدينة العريقة وعاصمة فلسطين الأبدية القدس الممثل والناشط المسرحي الفلسطيني عامر خليل. أهلا بك عامر، نورتنا. أهلا وسهلا، صباح الخير لك. صباح النور جميعا. أستاذي، أخبرنا بداية عن مسرحية من قتل أسمهان، يعني كأنكم تغلفون الثقافة والسياسة بالترفيه والنكتة، فسر لنا أكثر ماذا تتضمن هذه المسرحية. مسرحية من قتل أسمهان هو عمل موسيقي كوميدي بوليسي، فعلا استطعنا من خلاله زرع البسمة والفرح على وجوه الجمهور المقدسي أو الجمهور الفلسطيني. من قتل أسمهان هي فكرة كانت من مخرج العمل أمير نزار زعبي، وواضح أنه أمير نزار زعبي كان بيهتم في هذا المجال من الأعمال المسرحية الموسيقية. اتفاجأنا في البداية لأنه أسمهان بنسمعها كتير في الأغاني، لكن استبعدنا أنه إحنا كمسرح وطني فلسطيني نعمل مسرحية عن الموضوع. بلشنا في الكتابة وبلشنا في الترجمة في إعداد النص، سويناه باللهجة المصرية، وبلشت التدريبات. بتفاجأنا أنه عنا عمل كوميدي راقي فني غنائي. في عنا زميلتنا منى حوا اللي أدت دور أسمهان بصوتها الرائع الجميل. فعلا استطعنا خلال هذا العمل انه نغلف او انه نعبي العمل المسرحي هذا بثقافة. لما بنحكي عن أسمهان بنحكي عن سنوات الثلاثينات والأربعينات، بنحكي عن حقبة ثقافية غنية في جميع المنطقة العربية، عم نحكي عن حضارة، عم نحكي عن فن، عن ذوق، عن جمال. كان اشي مبهر لأهالي القدس، كان إشي مبهر جدا. العمل هذا انعرض في القدس وانعرض في حيفا، وحاليا عم بنرتب جولة في باقي المحافظات الفلسطينية وحابين نطلع الدول العربية. هو عمل كوميدي لكن فعلا ببحث في قضايا مهمة، لأنه هو كمان بيحكي عن مرحلة اللي كان سياسي فيها، يعني بنحكي عن مرور الفرنسيين ومرور البريطانيين والألمان والحروب الحرب العالمية، فكمان مليان سياسة ومليان مواقف. فهذا كان فعلا بكورة أعمالنا لهذه السنة واللي إحنا فخورين فيه وفي الطاقم اللي أدى هذا العمل. نعم. طيب خبرنا أكثر عن مسرحكم، عن الحكواتي اللي هو له سنين من الإبداع ومن تبني الأعمال المسرحية الناجحة، حتى أنكم حصلتوا على جائزة ياسر عرفات للتميز والإبداع لعام 2016. أخبرنا أكثر عن هذه النجاحات.
نعم. المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي تأسس سنة 1984 على إيد فرقة الحكواتي نفسها. نعم. اللي هي كانت واحدة من الفرق الريادية اللي, 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 اللي أسست المسرح بفلسطين. المسرح وجوده في القدس هو وجوده كأول مسرح بفلسطين بيلعب دور كبير باحتضان الطاقات الفنية وباحتضان الفرق الفنية والفرق المسرحية. المنصة تبعت المسرح الحكوات استضافت مئات وعشرات من الفنانين والعروض الفنية العالمية والمحلية. بنحاول إحنا من خلال المسرح الوطني إنه فعلا نشكل حاضنة للثقافة المسرحية والثقافة في مدينة القدس. المسرح بحاول إنه كمان يوصل المسرح للعالم. يعني إحنا الفرقة الحكواتي كانت من أول السفراء فلسطين في العالم. صحيح. في أعمالنا الفنية الأعمال المسرحية بتناقش كتير أشياء، أشياء اجتماعية، أشياء سياسية. وبرأيي كان المسرح وما زال من أهم المنصات الثقافية في فلسطين وفي القدس بالتحديد. نعم. يعني تقول في إحدى مقابلاتك أنكم في خلال السنوات القليلة الأخيرة أنتجتم في المسرح الوطني الحكواتي أكثر من 8 مسرحيات رغم شح التمويل، كيف تمكنتم من ذلك؟ نعم نعم، وهذا يعود للفكرة الأساسية اللي حكيتها، اللي أنا المكان هذا اللي بحميه هو الفنانين والجمهور. التمويل هو نوجد من شان يساعد، لكن بالأساس الطاقات الفنية اللي بتلتف حوالين المسرح هي فعلا اللي بتحميه. آخر 2015 أنتجنا ورد وياسمين، بداية 16 أنتجنا خارج السرب وفي ظل الغمام وقناديل الملك الجليل وأسمهان وبينوكيو للأطفال. فعلا كان عندنا قرابة 8 أعمال. حاليا عم نشتغل على عمل عن المرحوم فرانسوا أبو سالم، مسرحية اللي اسمها فرانسوا في الخيمة. حاليا كمان عم نشتغل على مسرحية الخبز المر. الفكرة إنه إحنا ما بننتظر يكون في عنا تمويل عشان نعمل فن وثقافة. الفن والثقافة مجبور الإنسان يبدأ ويبادر ويعمل عشان يقدر يستمر في 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 أعمال جيدة. الأعمال اللي حكينا عنها في منها أعمال اللي كلفت أشياء مبالغ منيحة، وفي أعمال اللي كلفت مبالغ كتير كتير بسيطة، وهذا كان بفضل تطوع وبفضل التزام الفنانين والمخرجين. إحنا أكبر وأهم الفنانين والممثلين موجودين اليوم بفلسطين مستعدين يجي يكونوا بالحكواتي يشتغلوا مجانا من أجل بقاء مسرح الحكواتي مفتوح. ومن هذا القبيل إحنا قدرنا ننتج فعلا خلال الفترة الأخيرة 8 أعمال، وهو مش لأنه إحنا أغنياء، لأنه إحنا أغنياء في الطاقات الفنية اللي بتحب المسرح وبتحب فلسطين وبتحب القدس. يعني أشرت إلى أن مسرحيتكم الآتية عن فرانسوا أبو سالم هذا المخرج الكبير الراحل، وهو كان مفصل وشخص أساسي في حياتك المسرحية، صحيح؟ نعم نعم. أنا قضيت كل حياتي مع فرانسوا أبو سالم. أنا التقيت بفرانسوا أبو سالم كان عمري 15 سنة، وافترقنا في آخر يوم للأسف يوم ما انتحر في 1/10/2011. مسيرة كاملة من الحياة ومن التعليم. نعم. ومن المسرح ومن الحب ومن العطاء ومن الخلافات. نعم نعم. أستاذ عمر، يعني لا يخفى على أحد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس عليكم الكثير من الضغوطات والتضييقات التي هدفها الأول والأخير هو يعني تغييبكم عن الساحة الفنية وقتل هذه الروح الفنية والإبداعية والمتنفس الوحيد ربما للمقدسيين والفلسطينيين بشكل عام. أخبرنا عن هذه المضايقات التي تتعرضون لها. المضبوط، المضايقات موجودة من يوم من فتح المسرح من 9/5/1984. بعد 3 أيام كان في أن أمر بإغلاق المسرح لمدة 24 ساعة. هذه محاولات دائما موجودة، مرات تمثل بالإغلاق المباشر، تمثل بالمضايقات بمنع وصول الجمهور للمسرح،
تمثل بأنه إغلاق حساب البنك الرئيسي. إحنا كمؤسسة موجودة في القدس في عنا حساب في إحدى البنوك التابعة للاحتلال الإسرائيلي اللي من شان إحنا نمشي كل أمورنا القانونية. تم إغلاق هذا الحساب، وإغلاق هذا الحساب يعني إغلاق المسرح بجميع الطرق في محاولة لإغلاق المسرح. وبالأساس هو لأنه مش معنيين بتطوير الشباب، مش معنيين بتطوير الجمهور، مش معنيين بنشر الثقافة. في مرة حكولنا إياها بشكل مباشر في المسرح إنه الثقافة أخطر من سلاح. طبعا الثقافة أنت أيضاً فعلا هي أخطر من سلاح، لأنه أنت بالنهاية بتثقف شعوب. صحيح. بسرعة لو سمحت، أنت أيضا أسست أيام المسرح في غزة، عما تختلف هذه الفعالية الثقافية؟ نعم. أين تختلف عن المسرح الوطني في القدس؟ أيام المسرح هي مؤسسة تهتم بتأهيل الشباب والشابات للتوجه إلى مهنة المسرح. هو مشروع تنموي بيعمل على تدريب طاقات فنية للشباب والشابات بعد جيل ال17، بعد مرحلة التوجيهي. الشباب والشابات اللي ما بيلاقوا حالهم في التعليم وفي المدرسة، هو منصة في منهاج لمدة 3 سنوات اللي بيتعلموه من خلاله بيكونوا ممثلين ومعلمين دراما. أتحنا فرص عديدة لعشرات من الشباب والشابات اللي اليوم بيشتغلوا في مجال الدراما والمسرح المدرسي. هي مؤسسة تهتم باليوث ثياتر، بمسرح الشباب. نعم. وفعلا حاولنا من أيام المسرح، وكان بالأساس اسمه يوم المسرح، والفكرة كانت أنه يكون في يوم مسرحي في كل مدرسة بفلسطين خلال العام. نعم. يعني الممثل المسرحي الفلسطيني ومدير المسرح الوطني الحكواتي في القدس الأستاذ عامر خليل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من القدس. شكرا لكم، يسعد صباحكم. أهلا بك. عودة إلى المطبخ. يلا. عودة إلى المطبخ وإلى ما وصلت إليه الشيف بلقيس في ولا أشهى. بالفقرة الماضية حطينا الحليب، حطينا معه النشا والشوي من الطحين، وطبعا حطيناه على مي باردة والحليب كان سخن. هلأ هون عنا المهلبية صارت جاهزة، إذا شايفين لونها الزهر هيدا من الماء الشراب الورد يلي ضفناه له، طبعا لونه زهر. وهون عنا الكرز لما غلى دوبنا النشا، رح نرجع نضيف النشا بهذا الشكل، ودغري رح يشد. هون صار عندي الكرز الجامد يلي بدي ضيفه فوق. هون صار عندي الكرز، بتركه ليبرد شوي، حخفف النار تحته. عندي المهلبية رح اسكبها بالوعاء يلي بدي هون، رح حط بقلب الأكواب شوي من المهلبية كرمال تبرد، وارجع حط على وجه الكرز بهذا الشكل. وطبعا رح نزين باللوز بالفستق حلبي. حرجع لعندك يا طوني. شكرا لك. صبايا، شو أكتر حيوان بخوفكن؟ أنا بدي أقول أحكي عن أكتر حيوان سائبت بالصدفة، الحيوان اللي رح نتحدث عنه معك اللي هو الأفعى. يعني أنا هيدي الشغلة أو هيدا الخوف أو الرهاب أخذته من ماما، رهاب من الأفعى، يعني أنا ما فيي أشوفه ولا الحمد لله ولا مرة شفته. أحاول قدر الإمكان خفف لك هالخوف اليوم. بالنسبة لك سمك. السمك بخوفي. إيه صح، السمك ما بتعرف. مع أنه يعني الثدييات مثلا الدلفين بيقولوا هالقد بيريح وبيعطي طاقة إيجابية. لا، كل أنواع السمك. أنا عندي خوف رعبي يعني من السمك، ولكن خلينا أول شيء السمك ما بيأذي. خلينا نسمع خبر اليوم معك مع حيوان جدا مؤذي ونشوف شو جايبه. وهو الثعبان. إذن مشاهدينا إلى خبر اليوم، وخبر اليوم مع توني. إذن كما أشرنا مشاهدينا، أمس كان بداية الصيف في بعض البلدان وبداية ظهور الثعابين. يعني أهلا بفصل الصيف، ونريد أن نقول مرحبا
بالثعابين لأنه إذا ما قلنا لهم مرحبا يمكن يتعدوا علينا. صحيح. كيف تتصرف إذا ما واجهك أو لدغك ثعبان؟ هذا السؤال طرحته أو طرحه موقع ماتسكيب الطبي الأمريكي محاولا إيجاد أجوبة أولا على كيفية مواجهة الثعبان وثانيا على التصرف أو سبل التصرف إذا ما لدغك ثعبان. إذا النصيحة الأولى حسب ماتسكيب، إذا ما واجهك الثعبان ولأن الوقاية خير من العلاج، إذا بالصدفة رأيت ثعبانا لا تخيفه ولا تخاف منه، فلا يخاف بدوره ويمر من أمامك كأنك لم تمر من أمامه. أما إذا وقع الشر، لابد من وقوع الشر، ولدغك الثعبان، هذه هي نصائح موقع ماتسكيب. أولا، اذهب إلى غرفة الطوارئ بأسرع وقت ممكن، حتى إذا كانت اللدغة غير سامة فأنت معرض لخطر الإصابة بالتيتانس وهو عدوى بكتيرية خطيرة. حاول قدر المستطاع عدم تحريك الطرف الذي تعرض للدغ حتى تساعد على إبطاء انتشار السم. تأكد من ملاحظة مظهر الثعبان لأن وصفك سوف يساعد الطبيب على تحديد النوع الذي لدغك. تذكر جيدا وقت حدوث اللدغة حتى يعرف الطبيب كم انقضى من الوقت. قم بإزالة أي مجوهرات أو قومي بإزالة أي مجوهرات أو أكسسوارات ترتدينها. ما أنا إذا لدغتني حأتذكر صراحة شيل الأكسسوارات. ما أنا مذكرك، حضر حالك قبل الوقت. إذا قم أو قومي بإزالة الأكسسوارات التي ترتدينها حول منطقة اللدغة قبل التورم. لا تحاول أن تمتص السم كما توحي إلينا أفلام هوليوود، إذ لا فائدة من ذلك، بل إن ذلك يعرضك لخطر الإصابة بالسم في فمك. لا تستخدم الأسبرين أو الإيبوبروفين أو مسكنات الألم الأخرى التي تتسبب في تخفيف كثافة دمك. لا تقم بربط عصبة حول منطقة اللدغة، فقد يتسبب ذلك بقطع تدفق الدم إلى منطقة اللدغة في حدوث المزيد من التلف في الأنسجة. وأخيرا ودائما حسب موقع ماتسكيب، إذا ما لدغك ثعبان لا تحاول التقاطه أو قتله لأنك تخاطر بالتعرض للدغة ثانية. يا أمي دخلي خفت أكثر أو طمنتي؟ خفت أكثر، بس جدا يعني جد شكرا كثير على هذه الحقائق اللي أوردت لنا إياها والنصائح، لأنه كثير منا كنا مفكرينا أنه هي صحيحة ونحن لازم نتبعها. أكثر نصيحة علقت بذهنك؟ عدم ربط اللدغة. ولكن توني معروف، وأيضا سارة معروف، بأنه حسب منظمة الصحة العالمية أكثر من 100,000 شخص حول العالم تنتهي حياتهم من وراء لدغات الأفاعي. وهنالك نقص حاد بالترياق اللي هو السم اللي يستخرج من الحي ويعطى يعني اللي هو كمان أيضا دواء. في عنا نقص عالمي بهذا الموضوع، نقص عالمي بالتوعية أيضا، بالتوعية وبالدواء. يعني ليس هنالك يعني ترياق كافي لكل هؤلاء الأشخاص حول العالم. سارة، إذا واجهك، أنت ما قلتي لنا اعترفت أنه ما بتخافي من الثعبان بس بتخافي من السمك. لا، إذا أنا بخاف من السمك مش معناه إنه ما بخاف من الثعبان. إذا واجهك مثلا ثعبان الموت الأسترالي وهو أخطر أنواع الثعابين، شو ممكن تعملي؟ ما عارفة ليه بتقول لو كأنك بتتمنى، هل قدرة تتحكمي بردة فعلك أو تفكري بردة فعلك من الآن؟ أو مثلا تخيلي شي كوبرا ورا هلأ توني. شوفوا، أنا النصيحة الأولى والأخيرة دائما عندي أركض، يعني دائما عرفت اركض. اتلدغت بعدها، يعني انا الحاجه اللي متاكده منها انه ولا حاشيل اكسسوارات ولا حسلم على الناس ولا حتصل، لا يعني تهربي، حصرخ، حقعد ادخل في حاله صريخ لحد ما يطلع المخرج يشيل الصوره. الخوف يلي ممكن يزيد الخوف عند الثعبان ويلدغي. يا عمي خاف، يعني انا ما حافظ على مشاعر الثعبان وهو لسه لدغني من شويه. كلمه راويه، خلي المخرج بليز يشيل الصور لأنه ما أقدر أطلع. كلمتين سلامة قلبكم مشاهدينا. فاصل جديد نتابع بعده وقفة إخبارية وهاشتاج صباح النور، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا بك توني. أهلا فيك، التقطت أنفاسك. إيه طبعا، بعد الفقرة بعد الثعابين. إذا نبقى مشاهدينا مع آخر أحداث الساعة والمقالات المختارة الصادرة في صحف اليوم مع الزميلة فرح فواز ومع الخبر. شكرا لكما سارة وطوني.
أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم الأخبار. جيش النظام السوري يقصف بالمدفعية مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد في تصعيد متواصل من جانب النظام الذي تعهد باستعادة المنطقة المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. بدأ التحالف الذي تقوده السعودية بتوجيه هجومه للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي في اليمن وسط مخاوف أممية من تفاقم الوضع الإنساني الذي ينذر بوقوع كارثة. رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري يجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتناول آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين. وتبحث ميركل خلال زيارتها ببيروت ملف النازحين السوريين مع قادة البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن رفاة جنود أمريكيين مفقودين منذ الحرب الكورية في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة من كوريا الشمالية. ومن موجز الأنباء ننتقل مشاهدينا لجولة على بعض المقالات المختارة من الصحف العربية، ونبدأ من صحيفة العرب الجديد التي اخترنا لكم منها مقالا للكاتب أسامة أبو إرشيد تحت عنوان هذه الجولة الأمريكية وغياب زعامة فلسطينيا. أشار فيها إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تهتم باحتجاجات السلطة الفلسطينية على استقبال عواصم عربية جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، واللذين يعكفان على وضع الرتوش الأخيرة على خطة سلام بين الفلسطينيين والعرب مع إسرائيل. وأضاف الكاتب لم يتردد عباس في إصدار بيان قبل وصول كوشنر غرينبلات إلى العاصمة الأردنية عمان، حذر فيه دول المنطقة من التعاون مع تحرك هدفه إدامة الانفصال بين غزة والضفة الغربية ويقود إلى تنازلات في القدس. ورأى الكاتب أن تحذيرات القيادة الفلسطينية الرسمية حقيقية، فصفقة القرن التي تعدها إدارة ترامب ستكون طعنة لكل الفلسطينيين، ستلغي حلم إقامة دولة فلسطينية كما أنها ستشرع تهويد القدس المحتلة وفي القلب منها القدس القديمة وضمها لإسرائيل، خصوصا بعد نقل السفارة الأمريكية إليها، كما أنها ستلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقد تكرس فصل قطاع غزة كليا عن الضفة الغربية. هذا غيض من فيض، لكن القيادة الفلسطينية الرسمية تتغافل عامدة عن أن أشقاء كثيرين ما عاد يعنيهم تحقيق أقل القليل من الحقوق الفلسطينية. وتابع الكاتب قائلا ما يخطط لفلسطين أمريكيا وإسرائيليا وبغطاء من بعض العرب حقيقي وخطير وداهم، لكن هذا لا ينفي أن القيادة الفلسطينية الرسمية ليست أقل تواطؤا في هذه المؤامرة على فلسطين. وختم الكاتب باعتبار أن محمود عباس وإن كان يحتكر مناصب وألقابا فلسطينية يصعب حصرها، غير أنه رجل يفتقد الزعامة والكاريزما، دع عنك الحكمة والكياسة، ولا يملك مؤهلات الزعامة، وكل من يتنافسون على خلافته بحسب الكاتب أسوأ منه في هذا السياق. وننتقل الآن إلى مقالة من صحيفة العرب القطرية للكاتب ياسر الزعاترة حمل عنوان كوشنر وغرينبلات وما في جعبتهما، استهلها بالقول إنه لا حاجة إلى كثير من الذكاء والتحليل لندرك طبيعة الجولة وأهدافها، وقبل ذلك وبعده حقيقة الصفقة التي عرضها ويعرضها الضيفان على قادة العرب، ولا الأفكار التي سيطرحانها على طاولة البحث إن كانت فيما عرف بصفقة القرن أو أي صيغة أخرى تتخذ اسما آخر على شاكلة الحل الإقليمي مثلا. وأضاف الكاتب اللافت بالطبع أن جولة المبعوثين لن تشمل رام الله، ولهذا دلالاته بالطبع ليس فقط لأن عباس يرفض اللقاء كما يقال، بل أيضا لأن الجولة هي محطة لإقناع العرب أولا كمحطة للضغط على السلطة. ولفت الكاتب إلى أنه يكفي أن يتم الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني قبل شهور لندرك أن المدينة أصبحت
خارج إطار المفاوضات. ليس هذا كل شيء، فالكل يعرف أيضا أن قضية عودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة عام 67 هي خارج إطار التفاوض عمليا، وهي أصلا لم تفشل المفاوضات السابقة، كما أن الكل يعرف أن ما يعرضه نتنياهو لا يعدو أن يكون حكما ذاتيا بصيغة أفضل قليلا من وضع السلطة الحالية، أي أقل من نصف الضفة الغربية. وختم بالقول: لا خيار غير رفض هذه المؤامرة الخطيرة والتصدي لها بكل وسيلة ممكنة. وفي حين يرفضها عباس قولا، فإنه يكرس واقعها على الأرض بسلطة تتعاون أمنيا مع الاحتلال. ونختم مع صحيفة القدس العربي ومع مقال للكاتب صبحي حديدي جاء بعنوان: التنافس الإيراني الروسي في سوريا خرافة أم تحصيل حاصل؟ استهله الكاتب بالإشارة إلى أن معادلات الوجودين الإيراني والروسي في سوريا اتخذت وجهة الافتراق واستطرادا التمهيد للشقاق في أواسط أيار الماضي، حين أعلن بوتين انطلاق المرحلة النشطة من العملية السياسية سيليها بدء انسحاب القوات الأجنبية من أراضي سوريا، لافتا إلى أن الرد الإيراني لم يتأخر بالطبع. وسأل الكاتب: لماذا استشعرت إيران على الفور أنها المقصودة أولا بتصريح بوتين؟ أو الأحرى التساؤل: هل كانت أي قوة أجنبية ستدرك أنها المقصودة قبل إيران أو أكثر منها؟ وأجاب الكاتب بالنفي، وذلك لأسباب بالغة الوضوح وذات صلة مباشرة بالواقع السياسي والعسكري على الأرض، لأن موسكو ترغب في الذهاب نحو مرحلة ما بعد القضاء على الإرهاب، والتي تعني قطاف استثماراتها المتعددة. وإيران هنا في النفوذ المحلي والاقتصاد والجيوسياسة ليست طرفا مكملا أو متكاملا مع الاستثمار الروسي، بل هي طرف منازع ومنافس أقرب إلى الخصم الشرس في نهاية المطاف، كما أنها ليست تركيا. ليضيف الكاتب: الموقف الإسرائيلي من الوجود العسكري الإيراني على الأرض السورية قد انتقل إلى طور مختلف خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي اقتضى إرساء قواعد اشتباك جديدة تضع طهران في خط الاستهداف الأول. ليختم الكاتب بالإشارة إلى أن موسكو لن تقبل بإفساد استثماراتها بعيدة المدى في سوريا جراء إصرار إيران على البقاء في سوريا ضمن صيغة مواجهة مفتوحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلية. ومع هذا المقال مشاهدينا نصل إلى ختام جولتنا على الصحافة لهذا اليوم. ملتقانا على رأس الساعة المقبلة وضيف مع الخبر نناقش معه آخر تطورات الوضع في الجنوب السوري. أما الآن نعود إلى الزملاء. عودة إليكم. شكرا جزيلا لك فرح، وفي انتظارك على رأس الساعة. مشاهدينا الآن سننتقل إلى فلسطين لنتعرف على مشروع وصل الذي يظهر جمالية الخط العربي من خلال لوحات فنية تقوم بتصميمها المهندستان المعماريتان النادية وربا. التفاصيل في هذا التقرير. مشروع وصل هو مشروع لوحات بالخط العربي يتم تصميمها وتنفيذها كتابة بالخط العربي، ويهدف إلى إخراج الخط العربي بطريقة تانية غير اللي إحنا كنا متعودين عليها من زمان للخط العربي. فهون في خطوط متمازجة مع زخارف مع ألوان مع كتير إشياء. اجت الفكرة لأنه بالأساس سواء أنا أو روبا شريكتي في المشروع في عنا حب للخط العربي بطريقة أو بأخرى. يعني هو بقدر أحكي أنه توارد خواطر بيني وبين نادية. يعني هي كانت تفكر بشيء له علاقة بالخط العربي وأنا كنت أفكر بشيء له علاقة بالخط العربي. وصل أولاً هو خطوط العربية، هي خطوط موصولة، هي من الخطوط اللي تتصل الحرف بالآخر. وكمان وصل اللي هو بطبيعة لوحاتنا بنشتغل لوحات بيكون في إلها طابع روحاني. إحنا عنا هلأ الشغل بوصل قسمناه لثلاث مجموعات، هي مجموعة وصل روحانيات، وصل أدبيات، ووصل أسماء.
اللي بيميز مشروع وصل ونقطة القوة باللوحات اللي بننتجها هو النص الموجود بجواها. فالنص المكتوب هو بيعبر عن الشخص اللي طلب هاي اللوحة. فعشان هيك اللوحة هي ما بتكون يعني أي شيء هو اشتراه من السوق، لا، هي بتكون لوحة بتعني هو وإلها دخل بإشي بلمسه. مثلا في لوحة لا تشرق الروح إلا من دجى ألم. فحسينا قدي هاي اللوحات أو هذه العبارات اللي انحطت في هذه اللوحات فعلا لامست عمق تجربة جربها هذا الإنسان. طبعا مهم كتير إبراز الخط العربي. الأهمية طبعا إلها جانبين، الجانب الأول الجانب الثقافي والانعكاس الثقافي طبعا المتعلقة بالخط العربي والجانب التاريخي أكيد. والجانب الثاني اللي هو كمان مهم كتير هو جمالية الخط العربي اللي بتنعكس من خلال الكتابة. هلا احنا بالعاده بناخد كوقت للوحه من اسبوعين لثلاث. هلا في لوحات بتخلص بوقت اقل، بس كمان لانه لوحه مش بس هي تصميم ومش بس تجهيز، لانه التجهيز النهائي بياخد، بدنا نعمل فريم للوحه وبدنا نلفها وبدنا نوصلها، فكل هذا بياخد معنا وقت. يعني رائع الخط العربي، دائما اللوحات بتاعته فيها نوع كده من ما بعرف الخطوط وتشابكها طريقة كتابتها. سؤال، انت خطك حلو في الكتابة؟ بعض الشيء. اذا مش مستعجل بتفنن، اذا مستعجل بتمشي تخربش الجيش. صح، خط الدكاترة هو يمكن المعروف انه الابشع الاسرع. صح، صح. او الابشع يعني انه في الاخر صعب انه ينقرأ. بدك تفكي شفرات. صحيح. وصفة طبية. مظبوط. بس بعرفي أنا بحس سارة اسم مستفز لخطاط عربي، اسم. صح. جميل. يمكن كل الحروف اللي فيها سنون احنا بنقول عليها أو فيها نقط أو فيها تشكيل طلعات بتخلي الخط يطلع حلو ويظهر فيه جماليات. نعم. ويمكن كمان لأنه الخط العربي أو اللغة العربية متصلة ببعض البعض، الأحرف كمان ممكن كتير تكون متصلة ببعض البعض. صحيح. لذلك فيها زخرفة. صحيح. وطبعا كلنا بنعرف أنه تزين المساجد والقصور بالزخرفة، زخرفة اللغة العربية. والآن أصبحت دارجة كمان، بنشوفها في لبس، بنشوفها في زي ما قلت استخدامها في الديكورات، استخدامها يعني أصبحت يمكن بدأت تلاقي رواج وبدأت تلاقي اهتمام كبير بعد ما تم إهمالها يمكن في وقت من الأوقات. هي موضة لا زمن لها. صحيح. الزمن هو زمن السوشيال ميديا. صحيح. والخبير بالسوشيال ميديا أحمد الهاشمي صار جاهزا ليعطينا آخر ما توصلت إليه أو آخر الهاشتاجات في فقرة هاشتاج صباح النور. يا أهلا وسهلا، يا صباح النور، يعطيكم العافية. يا صباح النور، كيف نحن؟ الحمد لله. هذا السلام الرسمي أمام مشاهدين، نحن مسلمين على بعض تحت الهواء بس حتى تكون الأمور واضحة. يعني يا أهلا وسهلا مشاهدين، يعطيكم ألف عافية. نأمل من الله أن يكون يعني تكون جمعة مباركة ويكون نهار خير علينا وعليكم. بعد إذنكم خلينا نبدأ ونشوف بشكل سريع، لأن يعني اليوم راح يكون عندكم عندنا مواد كثيرة بالفقرة. فخلينا نشوف أبرز الهاشتاجز اللي برزت فعليا من الساعات الأخيرة الماضية وتلعادة ما له علاقة بال مونديال. فخلينا نشوف تفاصيل المونديال بشكل سريع. واضح بانه وضع المونديال بره ما كان كثير موجود بالنسبه للهاشتاجز، كل المباريات كانت اخذ الهاشتاج. اكثر هاشتاج كان بارز كان فرنسا بيرو، بما له علاقه بالصور، نسبه الصور الفيديوز كانت اكثر من التعليقات او التغريدات على تويتر. قطر والكويت عينان براس، هذا كان بالنسبه لفكره الذباب الالكتروني ومحاوله ايجاد فتنه ما بين قطر والكويت، كانت بهاشتاج راح نشوفها خلال يعني مع واحد من التويتس. البارحه كان ناشونال سيلفي داي، يوم السيلفي العالمي. الشيخ علي سلمان بالنسبه للبحرين وإحصائيات لبنانية، واضح من كلمة أنه كان بلبنان. طبعا المود العام بالنسبة لإحصائيات لبنانية أخذنا عليه شوية أمثلة حتى بس تشوفوا الفكرة بشكل سريع. خلينا بعد أنكم نكون البداية حتى بالهاشتاج سقطت. شنو هي؟ الأرجنتين حتى بالهاشتاج سقطت عندك. ما نقدر نحكي خطية هذه يشجع الأرجنتين مخرجنا، فبعدين يزعل وكذا، والبحر كان نايم. كلنا مصدومين صراحة. أنا ما كنت مصدوم عادي. الحياة منحب الأرجنتين. أنت كنت مصدوم؟ هذه كنت مصدوم؟ هذه راح صوتها، فما مشكلة. إذا مشاهدينا هذه هي الهاشتاجز بشكل سريع مثل ما تكلمنا عن التفاصيل. نام على الهواء نام. فهذه هي التفاصيل فعليا اللي تكلمنا عنها كهاشتاجز، كأبرز الهاشتاجز. بس تلميح سريع،
أو متى بنحسب معلومة سريعة. بالنسبة للهاشتاج زي لها علاقة بكرة القدم يعني مفعولها دا يظل لأنه الناس ما دا تستخدمها فقط وقت المباراة ولا صحيح. قبل المباراة كتشجيع دا تكون فعليا أداة لاستخدام بعض التفاصيل لها علاقة بترويج شيء معين سواء كانت فكرة معلومة حتى أنه أكلها استخدموها كذلك بالبحرين على مود الشيخ علي سلمان فعليا كان فكرة المحاكمة صار لها يومين فالناس استخدموا كل الهاشتاج من له علاقة بهذه الفكرة. هذا كان إطلالة سريعة بالنسبة للهاشتاج. خلينا بعد إذنكم نروح نشوف الفيديو الأول من أنا العربي والعنوان العريض به الحكم دائما يكون على صواب أو يكون على خطأ يعني علامات استفهام عديدة لها علاقة بهذا التفصيل ولكن هل دائما الحكم على صواب يا توني؟ والله أنا دائما بتسأل إنه قديه بيكون عنده دقة ملاحظة حتى يلحق هل قد يلحق وسرعة بديهة بين اللاعبين يعني الخطأ وارد عند مين مكان وخصوصا بمهنة هالقد دقيقة مثل مهنة الحكم. سارة نعم توافق الرأي مع كورونا أكيد يعني أكيد حتفق مع توني إنه بما إنه هو حكم فما حقدر يحكم كله يعني بالتأكيد إنه ممكن تفوت عليه أشياء بشوف إنه في حكام تانين بيكونوا واقفين بتسألني أسئلة صعبة عن الكرة وأنا ما بعرف لا بس إنه فكرة إنه حكم وهذا الملعب الواسع هل ممكن الحكم يخطئ أكيد إنه ممكن يخطئ أفتكر إنه إذا في طرق تانية أكثر دقة متابعتها بالكاميرات أو متابعتها بطرق تانية ممكن تكون أحسن لأنه كتير مباريات بسمع إنها بتضيع نتائجها لأخطاء تحكيمية وهنا بيكون غلط لأنها ما بتتلحق هو واضح ان المونديال مو فارض اسئلته بس عليكي فارض الوضع كله على الناس كلهم يعني حتى هو الناس الغلط غلطوا بألف لانه نهائي كاس العالم لانه كاس العالم 100% صح هو الكاس مال العالم مشاهدينا هذا هو الفيديو خلينا نشوفه وانا رجع لكم حتى نكمل باقي فقرات هاشتاج صباح النور أنا بعرف خطأ آخر هل تعرف أخطاء أخرى؟ صح بتذكر كثير منيح بسنة 86 ما شاء الله كانت الأرجنتين عم تلعب مع إنجلترا والحكم احتسب هدف لمارادونا بالوقت يلي سجلوا بإيده أوكي سجلوا مارادونا بإيده للهدف يفترض أنه يكون هدف خاطئ ولا يحتسب إنما الحكم احتسبوا هدف أنا عندي فضول هذه المعلومة معروفة نسبية ولا لا طبعا طبعا أنا حضرتها والله بال 86 وموجودة فيك تفوت على جوجل كان عم إذا عم تشكك بمصداقية المهنية لا 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 ضيع الموضوع تفوت على ضيع الموضوع أنا بس أنا قلت لك قد كان عمرك بال 86 يا رب بده يعرف هلا الأعمار كمان إذا مشاهدينا رح نكمل معاكم بما إنه كنت عم بوع على كرة القدم ممتاز زين ماشي إذا رح نكمل مشاهدينا عفوا رح نكمل كذلك بالهاشتاج ومثل ما تكلمنا كوعدنا الهاشتاجز اللي لها علاقة بالبحرين رح نشوف فيها تغريدتين نشوف التغريدة الأولى اللي لها علاقة طبعا بشكل مباشر ب علي سلمان الشيخ علي سلمان التغريدة كانت من منظمة العفو الدولية أمينيست الخاصة بالبحرين أو الحساب الخاص بالبحرين غدا موعد جلسة الحكم في قضية الشيخ علي سلمان طبعا هذا الكلام كان أول أمس فهل تواصل البحرين ساحق كل شكل من أشكال الاختلاف في الرأي مع الحكومة أو المعارضة السلمية لسياساتها سلمان هو سجين رأي وعلى السلطات الإفراج عنه فورا الفكرة مو دفاعا أو ترويجا لهذه الفكرة فقط ولكن أو حتى يعني الدفاع والترويج لها ولكن المطلوب من كل هذه التفاصيل هو يعني
إظهار فكرة الهاشتاج كله، فحتى بس تكون أمور واضحة، نحن فقط نعرض، نحن ما نتبنى أي رأي بما له علاقة بالهاشتاج. فرح نشوف التغريدة اللي من بعد ذلك اللي على أساسها تبينت للناس الفكرة، لأنه كان أكو علامات استفهام القضية شنو هي. خلينا نشوفها. AFP تبرئة زعيم المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان من تهمة التجسس لصالح قطر. فكانت الفكرة الأساسية هي التهمة المنوطة به. طبعا يعني الحساب الخاص بالنيابة العامة أو شيء على تويتر بالنسبة للبحرين قامت يعني حطت مجموعة من التغريدات لها علاقة بنقض هذا الحكم وتقديم استئناف به. إذن هذا كان بالنسبة للبحرين وقضية الشيخ علي سلمان. خلينا من بعد ذلك ننتقل إلى يوم السيلفي العالمي. اختار لكم هذه الصورة، أتوقع أن هي واضحة. حلو كتير. كل حاجة فيها سيلفي بس لوحدها، عرفتي؟ كله مع نفسه يعني. فكل شخص دا ياخذ سيلفي بوحده، أتوقع أن هي فكرة. سمينا سارة ملكة السيلفي بوقت من الأوقات، صحيح؟ والله ليش؟ أنا ما عندي علم. ما أعرفه. أنت بريئة يا مسكينة. هذا لقب جاي من باطل، ما لنا معنا اي شهود. حياتي ما تصورت بالتليفون. ابدا لا ابدا. هي الصوره رح تطلع بعدين فقره من الفقرات، هذه الحركات اللي تسوى اثناء الفاصل، تعرفيها؟ زين ماشي. رح نكمل، انا اسف رح نكمل مشاهدينا وننتقل الى فكره الذباب الالكتروني. شنو هي كلمه الذباب الالكتروني من وين طلعت؟ بس حتى نعطي معلومه سريعه يعني للناس. الفكره بشكل سريع طلعت من كميه من الصحفيين او ناس فعليا لهم علاقه بالوضع العام الاجتماعي، فاختصوا بالاهتمام ببعض التفاصيل اللي يعني مرتبطه بايجاد مشاكل فعليا او شيء. فهم يعني بالعربي ناس فتنويين موجودين على السوشيال ميديا يحاولون يعني الايقاع بين دول، ايقاع بين اشخاص. بين الزوجين احمد، ليش الناس يلي بتحب المشاكل إلى وجود أكثر على وسائل السوشيال ميديا؟ شوف هذا الكلام أرد مثل بيتكوين. ذكر لما تكلمنا عن البيتكوين كانت الفكرة منها بأنه هذه العملة اللي ممكن أن تستخدم بالإجرام وإلى آخره، ماكو عليها رقابة. فبالنهاية السوشيال ميديا ماكو عليها رقابة، وحد واللي يقول لك عليها رقابة يقول له صباح الخير. بس يعني عادة ما بعرف إذا بتفقون الرأي، اللي عنده تعليق إيجابي بيحتفظ فيه لنفسه. ايه؟ أما اللي عنده تعليقات سلبية أكثر، يعني بتشوف التعليقات السلبية. تعليقات البارحة مثلاً. الناس بتحب المشاكل. كأنه يعني البارحة صارت مثل شغلة على الفيسبوك، وجدنا كبيرة من مع أنه كانت الفقرة البارحة أو الحلقة كان بيها نسبة مشاهدة عالية وكانت حلوة يعني. ولكن أكو ناس ما حبوا كم شغلة، فيعني الكلمات المقنعة كانت كثيرة. أحمد نحن منحبك. لا والله مو علي على الناس خطير. فالفكرة بأنه فكرة الذباب الالكتروني مثل ما تكلمنا، شنو هو الفاصل؟ عدم وجود رقابة. فهذا الأمر يعني يزيد من هذا الموضوع، إضافة إلى تفصيل خلينا نكون واضحين به، وأكو وثائقيات تكلمت عنه، وجود دول مختصة بالإيقاع بين باقي الدول أو دولة. مو نكمل. من يظن أنه يستطيع ضرب العلاقات، هذا كان كلام عيسى بن ربيعة، من يظن أنه يستطيع ضرب العلاقات القطرية الكويتية بهاشتاج مدعوم من ذباب حلف الفجار مستغلين أي حدث فهو واهم، قطر والكويت عينان في رأس. نكمل نشوف التويت اللي بعد ذلك. أنا بس دا أعرض الفكرة العامة حتى بس نبين أن الناس كانوا يعني واعيين للفكرة. أوكي نكمل لو سمحتوا. هذه الصورة الثانية. الفكرة أنا يعني هل وصلت الفكرة ولا بعد؟ فوصل من بعد نكمل نشوف آخر تعليق، آخر تغريدة عفوا. منذ 24 ساعة الذباب الإلكتروني يردح ويدندن على هذا الموضوع لمحاولة خلق الفتنة بأي وسيلة، وبعد كشف كافة التفاصيل عبر ممثله القانوني سيصمتون بحثا عن فتنة جديدة، خبتم وخاب مسعاكم. هذه الجملة هي اللي شدتني بكل التغريدة بشكل شخصي. ليش؟ لأن لما نتابع التفاصيل نشوف بأن هي ups and downs، يعني فتنة 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 مشاكل هاشتاج، بعدين ماكو شيء نسون الناس هنا، بعدين رجع فتنة فتنة مشاكل رجع نسون الناس. فهو أسلوب واحد يستخدمه شلة الذباب الإلكتروني وما عندهم غيره. هذا يعني طبعا أنت قادر ترصده كمان، لانه واضح، لانه الكترونيا، لانه وجود 100%، لانه وجود الهاشتاج يسهل على هالموضوع. واتوقع ممكن احيل الناس الى الدراسات العلميه الاكاديميه اللي قدمت لرسالة الماجستير اللي تتكلم فقط عن فكره الهاشتاج. فهذه ممكن، شكرا طوني، هذه اتوقع ممكن تسهل للناس عمليه فهم الهاشتاج وكيفيه الرصد السريع اللي ممكن تكون، غير الرصد العام اللي له علاقه يعني بملاحقه الاي بي وغير ذلك، يعني سؤال في الهاكينج وغير الهاكينج. خلينا نكمل. طبعا الهاشتاجز الاولى والثانيه اللي تكلمنا عنها، الاولى والثانيه، الهاشتاج الثاني ما اعطيه فكره القراءه، اللي مهتم بيشوفه. الهاشتاج الثاني هو اللي فعليا اللي تكلمنا عنه، اللي كان مصدر من دوله معينه مهمتها الاساسيه كانت الايقاع بين باقي
الدول. زين نكمل باقي الدول بمعنى انه باقي المشاكل بين الدول. علي دشتي الصحفي علي دشتي كان له راي وراح ناخذ هو يعني كلامه كان حوالي دقيقتين وخمس ثواني، راح ناخذ 50 ثانيه منه حتى يعني نسلط الضوء على مشكله جواز السفر الجديد بالنسبه للكويت. فخلينا نشوف هذا الراي من استاذ علي دشتي ونرجع حتى نكمل باقي فقرات. جزاكم الله بالخير. الحين وزير الداخليه اصدر قرار بوقف العمل بالجواز القديم بتاريخ 1/7 واللي منتهي جوازه من الطبعة القديمة وهو خارج الكويت عليه أن يراجع السفارة ويستخرج وثيقة عشان يعود فيها. طيب اللي يكون في دولة ما فيها سفارة كويتية شو يسوي؟ شلون يتنقل؟ شلون يطلع؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، ليش تخليني أنا أرجع الديرة وممكن تكون علي تكلفة مالية وبعد مسافة إذا كنت باستراليا أو في أمريكا أو كنت مهاجر عندي بزنس برا وعايش برا، ليش أروح أضطر أني أرجع الديرة واستخرج وثيقة؟ ليش ما السفارة نفسها تأخذ البصمات وتسوي الإجراءات وتي توصل لي هذا الجواز من باب التسهيل على الناس وعدم وضع عراقيل أكثر؟ إذا كان هذا هو رأي الأستاذ علي دشتي، سهل الموضوع بشكل سريع. فالأمانة أتوقع أن أول 50 ثانية كانت وافية حتى الواحد يعرف شنو هي الفكرة بمشكلاتها اللي يعني الناس تتداولها على مواقع التواصل. يعني أحمد ممكن تكون هنا ميزة السوشيال ميديا الإيجابية، إنه زمان كان المواطن ما بيقدر يوصل فكرته وآراءه في قوانين ممكن معينة تسن في أي دولة، ممكن يكون عندها مشكلات عند سن القانون، القائمين على سن هذه القوانين ما انتبهوا له، ولكن المواطن بما أنه هي واقعة عليه بيعرف مشاكلها. فزمان ما كان بيقدر يوصل صوته، ولكن عن طريق السوشيال ميديا إذا كانت الحكومات مهتمة أنها تتابع آراء المواطنين في الأشياء اللي بتقولها ممكن تعرف يعني فعلا ممكن يكون في إشكاليات تنتبه لها، ممكن تسائل يعني صح. مساءلة الحكومة من خلال إيه هو برلمان وصغر افتراضي صح القول. حتى أنه أتذكر أكو حادثة جت على بالي وراحت، راح أتذكرها ولا لا؟ أكو وقت؟ ماكو وقت؟ نسيتها؟ أوكي مو مشكلة. خلينا نكمل إذن بعد إذنكم، راح نشوف من بعد الكويت راح ننتقل إلى لبنان وإلى إحصاءات لبنانية، هو هذا الهاشتاج. خلينا نشوف بشكل سريع، طوني تقالي أنت الإحصاءات بعد إذنك. 50% من الشعب أفهم من مدربي المنتخبات والخمسين الباقيين محللين مخضرمين. أنا ماليش دعوة، كمل. نشوف اللي بعده لو سمحتوا. سارة دوري كمان. ايه مالوش دعوة لكيف صار اللي حط علي سارة يلا. هلا حطها على سارة. ايه ما الشعب اللبناني ما ينعرف. ذكية ذكية هاشمية. 100% من اهالينا كانوا من الاوائل بالمدرسة واسمهم على طول على لائحة الشرف. الثالثة الي مو مشكلة. لا دي احصائيات عربية. اكيد ايه 100% مو عالمية. الكل. دي احصائيات عائلية بيتوتية واذا بدك مطبخية. 98 هذه جيدة. 98.9% مهضومين وطيبين وبينحبوا وبيدخلوا القلب بسرعة. إحصاءات لبنانية. لطيف. إذا فعليا من اللطيف إنه يزن فعليا يستخدم هذا الموضوع. لك الإيموجي شو لطيفة. أنت هذا تحبه وتحب الثاني أبو الأحضان. إذا مشاهدينا هذا هي كانت فقرتنا بالنسبة لليوم. أنا أكو عندي فيديو بس خلينا نمشي بشكل سريع وعلى طول راح نختمه لو سمحتوا. خلينا نشوف الفيديو لو سمحتوا. الفيديو هو لمارادونا، خلينا نشغله لو سمحتوا حتى نعلق عليه. أتوقع أنه مخرجنا هذه أنت شوية ديلامسك الفيديو بشكل كبير. طوني إيش رأيك باللقطة؟ مارادونا يقبل قميص ميسي. كان عم بيقول له ميسي كثير. ميسي كثير. فوتنا بالحيط. ميسي يلا صارت. فنحن نوجه تعازينا للاستاذ بس بتعرف انا قريت عنوان سريع لبي بي سي سبورت كثير حلو. مفرجين يعني ميسي موطى راسه وعم بيقولوا انه ميسي يحمل ثقل، ما ترجمته يعني يحمل ثقل توقعات الارجنتين. حرام بالفعل. يعني الشعور بالذنب هلا راح يستمر لسنه جديده. ودائما الهاشتاج دائما لازم نذكر به، القدس عاصمة فلسطين الأبدية لو مهما تكلمنا عن المونديال. يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لمتابعتكم معنا دائما. دائما الهاشتاج والتفاصيل ممكن تتابعوها معنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستغرام. المتابعة الشخصية دائما لو سمحتوا تكون على الفيسبوك، إضافة إلى سوالف التفاصيل يعني ما وراء الكواليس على الإنستغرام. يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا. ولا تنسوا تحميل تطبيق يلا كملي العربي. شكرا جزيلا لك أحمد على الفقرة الشيقة. عيديها يعني. ولا تنسوا تحميل تطبيق. ولا تنسوا تاني تحميل التلفزيون العربي. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده باقي فقرات صباح النور والفقرة التالية فقرة لايف ستايل بالعربي مباشرة من الدوحة، فانتظرونا.
صباح النور من جديد مشاهدينا. مع بداية فصل الصيف لابد من الإضاءة بشكل عام على كل ما هو رائج على صعيد الأزياء، الإكسسوارات، المكياج وغيرها. وللإطلاع على هذه الأمور وللحصول على أحدث طلة صيفية يسرنا أن نستضيف معنا خبيرة المظهر ميساء طه مباشرة من الدوحة. صباح النور ميساء. صباح الخير، كيفك؟ خلاص يعني فصل الصيف على الأبواب أو ابتدى حقيقة بالتأكيد، وكلنا بنبحث عن أن نتحصل ابتدى أوريدي والشوب بلش صح، فكلنا بنبحث عن أنه نحصل على الطلة أو المظهر الصيفي اللي بيكون رائج في نفس الوقت من حيث الألوان، من حيث الأفكار الجديدة. ومين أحسن منك يورينا الأفكار الجديدة؟ صح، خلينا نخبركم عن مثلا هلا اكثر الالوان الدارجه. هلا احنا بنعرف دائما البرايت كلرز، يعني الالوان القويه اللي هيك مثل الاحمر الفائع او الاصفر، دائما بيكونوا دارجين بالصيف. بس الحلو كثير هاي السنه هو الالوان الباستيل كلرز، الباستيل يعني مثل حتى الوان الايس كريم اللي هو الازرق البارد، الفستق البارد، حتى اللافندر والبينك الفاتح البارد دارج، بس الأكثر هم الأزرق والأخضر واللافندر، يعني البيربل النهدي الفاتح. هول هلا كثير دارجين هذا الصيف من هاي الألوان يعني. نعم، طيب خبرينا أكثر، نحن أصلاً رح نشوف نحن والمشاهدين أنواع من الأقمشة أيضاً اللي رائجة، معروف بأنه بالصيف دائماً الأقمشة اللي هي هدلة أو حتى ناعمة واللي منا سميكة على الجسم هي الأكثر رواجاً، وبنلاحظ أنه الجينز كمان رائج جداً، خبرينا. سوري ما سمعتك، بنلاحظ شو اخر شيء؟ انه الجينز اقمشه الجينز اللي هي الازرق الجينز هو رائج. صح هو كثير رائع. وهلا صراحه من القماش اللي كثير ترندي هو الشفاف. يعني عم بيقولوا كثير مثلا السي ثرو وشفاف، وحتى الغريب كمان عندنا رائج من نوع قماش بلاستيك البي في سي، يعني هذا الشيء كثير يعني شوي الناس مستغربينه، بس عم بيعملوا منه اكسسوارز وقطع كثير حلوه. بس الحلو بالشفاف هلا انه يعني فيكي تلعبي فيه بطريقه حلوه، يعني تكون مثل ما نقول احنا ماشي الشير، وتقدري تلبسي كذا قطعه مع بعض حتى يعني هيك يبينوا كثير فلوي ولابقين للصيف، وبنفس الوقت تكوني ترندي. وطبعا القماش النقش اللي هي الورد هي نزلت من فتره بس لساها موضه هاي السنه النقشات. والاحلى من هيك اللي نازل قماشه كثير عم بتصير ترندي وعم تعمل مثل ما احنا بنقول كومباك قوي، اللي هو الترتر السيكونس، بتعرفي اللي هو مثل البرق. الترتر هذا كثير هلا دارج، وحتى بالصيف يعني للوقت الصبح وحتى بوقت الليل كثير دارجين. هاي قماشه كثير ترندي هي والشفاف او السي ثرو. يعني ميسا في ناس مثلا انا ما بحب انه اركز كثير على اللبس، بحب البس حاجات عاديه او بسيطه، ولكن انقل التركيز على الاكسسوارات اللي بتكون مصاحبه للبس انه اعطيه نوع من الموضه، يعني اكون مواكبه بيه اكثر. اخبرينا عن اخر الافكار في مجال الموضه صيفيا. اوكي حلو. هلا اذا مثلا مثل ما تفضلتي انه بنحب هيك ندخل شويه اكسسوارز من مثل ما قلت هلا البلاستيك او البي في سي انه كثير موضه، فحلو لو انه بتكوني حامله شنطه شفافه بلاستيك وفيها الكلوتش تبعك او الوالد تبعك، حلو لو بتدخلي شوز فيها بلاستيك شفاف. وفي شيء كمان كثير نازل موضه اللي هو الشراشيب اللي هو الفرنجينج، في يكون الحلق تبعك فيه هيك مثل هول الشراشيب، او مثلا لو بالجاكيت شوي بالاكمام، يعني فيك تدخلي بشيء بسيط بما انه ما بتحب كثير تركزي على اللبس، فيه الحلق تبعك يكون من هول الموضه، او مثل ما قلت الشنطه او الشوز. وصراحه كمان حتى بالوان المناكير والميك اب، اذا الست ما بتحب كثير انه باللبس تدخل الالوان الباستيل اللي حكيت عنها اول اللي هي بالايس كريم كلرز، فيك تحطيهم بالنيل بولش. وكمان في بشوي بالميك اب حتى بالوان الشعر عم تدخل نفس الالوان معنا، حتى هاي الجلتر او اللمعه البرق عم كمان بيدخلوا بالميك اب.
سو في اشياء بسيطه كثير تقدري تدخلي مثل ما بنقول الموضه الجديده. نعم يعني لوك او شكل كمان حلو بالاكسسوار صراحه. قولي تفضلي 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 قولي. سوري لا بالعكس كملي. كنا بدنا نحكي عن اكتمال لوك او مظهر المرأة لا يكتمل الا بحذاء كان حذاء السهرة او حتى حذاء اليوم العادي اللي عم بيكون ايضا اخترقته ايضا الاحذية الرياضية. يعني حتى الاحذية الرياضية اصبحت فيها اللي مثل ما سميتي الترتر او الامور او الاحجار لحتى تناسب بنهار وبالليل. صح. مزبوط مزبوط كتير صراحة. وهاي السنة مثل ما قلتي في كتير تركيز على الأحذية الرياضية، ومع أنه حذاء رياضي بس مدخلين فيه الترتر ومدخلين فيه ديتيلز كتير. يعني عم بتشوفي أنه الحذاء صار له يعني مع أنه رياضي بس يعني الشيء له حجم وفيه كتير تفاصيل وكتير مفصل. يعني السنيكرز البسيط مش كتير صار موضة لهاي السيزن يعني أو لهاي السنة. فبدو يكون الحذاء تبعك حتى لو أنه رياضي مثل ما عم نقول أنه بدو يكون فيه شوية ترتر أو فيه مثلا من هاي التفاصيل البلاستيك. وحتى الحذاء السهرة أو مثل ما نقول الكعب عم تنزل موضة هلأ عم تيجي أكتر بهالصيف، تلبسيها مع السوكس هاش. يعني بتتذكري من كذا من سنتين نزلت هاي الموضة بس ما كانت كتير ستايل أو كتير حلوة زي هلأ. هلأ ب 2018 تلبسي الجربات ناعمين ولونهم فاتح وفيهم شوية ألوان يتناسبوا مع الكعب اللي انت لابستيه. يعني بيطلع هيك بطريقة مثل ما نقول احنا شوي غريب وترندي بس هيطلع كمان حلو مميز يعني لهذا لهالسيزن. يعني ميسة تكلمنا عن كل التفاصيل وشوية ما تكلمنا عن الشعر بس أكثر. نعم فضلي. كنت أقول أكثر شيء أنا لفتني بالموضة يعني هو هذا الحذاء البلاستيك. يمكن حتحطوا صورة للمشاهدين اللي هو كله شفاف. يعني كتير شيء هيك غريب. وبس بدي أنبه الستات بشكل عام لأنه إحنا بنحب دائما نلحق الموضة أنه لازم يكونوا يعني سايز إجرك شوي مش من السايز الكتير كبير أو حتى الكاحل ما يكون كتير عريض. يعني بدها الحذاء الشفاف بده رجل ناعمة مثل ما بنقول. يعني وكمان يمكن بيستدعي انه يكون في اهتمام كبير جدا بالاقدام عشان ما تبين في زي كده حذاء بشكل حلو مرتب. بس كلمينا عن الشعر، هل الموضه الان الشعر الملموم وخاصه ان هي بتناسب اكثر فصل الصيف وحراره الجو، او يعني في فترات في الصيف بنلاقي انه التسريحات اللي مشغول عليها كثير واحيانا بنلاقي التسريحات الطبيعيه، فما هو الدارج الان للصيفيه القادمه؟ صح. هلا الدارج بهالصيفيه من تساريح او من قصات الشعر القصير عم يدرج كثير اكثر. قبل فتره حتى على الشتاء نزل كثير درج الشعر اللي كثير طويل والكثير ستريت. هلا للصيف عم ينزل اكثر اللي فيه جداديل، عم يرجع شوي اكثر للترايبل لوكس احنا بنسميها. يعني في شويه فيك تجدلي شعرك ترفعيه كله بجداديل، او مثلا تخلي شعرك قصير وفيه طعجه ناتشرال. عم تنزل كثير مودات للقصات هلا اكثر، حتلاقيها عم تدرج اكثر اكثر، القصير من جهه اطول من جهه او حتى كله قصير. يعني شوي عم بيدرج القصير اكثر من اي سنه لهذا الصيف. والحلو كمان بالشعر حتى الالوان رح تلاقي فيه مودات الوان، الالوان الباستل كلرز او الايس كريم كلرز رح تنزل مره ثانيه بالشعر. يعني حتلاقي البينك الفاتح او الازرق البارد او البنفسجي البارد عم ينزلوا مره ثانيه بالوان الشعر لهالصيف. يعني هدول الالوان اصلا بدهم جرأه لاعتمادهم بكل الاحوال. ميسا خبرينا ايضا عن ماذا يجب ان تبتعد السيده هذا الصيف. يعني شو اللي هو مفروض انه رائج او معروف انه رائج بالصيف ولكن بطل موضة؟ حلو كتير. كنا في شغلة مثل الجينز، كلنا احنا بنعرف انه كتير بنحب الجينز والستات يعني دائما بيلبسوا هذا الشيء اساسي بالستايل تبعنا. فيك تقولي الجينز اللي كتير مقطع او الستريت شوي عم بتخف الموضة، وانك تلبسي جينز وتيشيرت جينز عادي مش صارت كتير موضة. هلأ صار الاكتر انك تلبسي جينز على جينز، فبعد شوي عن انه بس انه لوك انك جينز وقميص عادي او جينز وتيشيرت وجينز اللي مقطع كتير بدنا نبعد عنهم.
بدنا نبعد عن الجينز اللي فيه بوكيتس كتير يعني إيش درجت وحتى اللي هو الأفر هول يعني مثل الجامب سوت الأفر هول كان نازل كتير السنة الماضية. هاي السنة بدنا نبعد عنه. فيك تلبسي جاكيت جينز أو قميص جينز مع بنطلون جينز يعني مثل ما بيقول دينم أون دينم. هاي كتير موضة لهاي السنة. بس بدك تنتبه أنه ما تقلدي حالك بالسنة الماضية وأنك تلبسي أنه جينز كتير يكون مقطع أو مثلا أفر هول الجينز. وكمان بتعرفي الجامبر نزلت الصيف كتير كانت حلوة هي الجاكيت السبور. كمان بدنا نبعد عنه شوي. هلا صار شوي اوفر يوزد زياده. ما في داعي لهي السنه. المظهر ما يسطاها. شكرا جزيلا لك. الناس مفكرين الموضه. شكرا جزيلا لك. يعني الحديث عن الموضه معك ما بينتهي ولكن لنا لقاءات ثانيه. شكرا ما بيخلص. شكرا كثير لك. يعني من حديث الموضة إلى أم الدنيا معك يا سارة والفنون أيضا. وحنكون في مجال الرسم وكل سارة فنانة إلا مصر مشاهدينا. بس حسب فنانة بشو هلأ فنانة من نوع آخر. أنت بالتقديم فنانة. فنانة يا راوي. إلا مصر مشاهدينا حيث احترفت الشابة المصرية سارة دياب فن الرسم على السيارات الذي قد يبدو للوهلة الأولى مهنة غريبة وخاصة بالشباب أيضا. لكن سارة ترسم بيدها على السيارات أشكالا ورسومات بحسب طلب الزبائن مستعينة بأقلام ومواد خاصة بالرسم على المركبات متحولة من فن الرسم الاعتيادي إلى هذا المجال. وفي مشغلها تحول سارة السيارة إلى عروسة بحيث يقصدها الزبائن من مختلف الأنحاء والأحياء. نتفرج عليها في هذا التقرير. بدأت الموضوع كان يعني حد من صحابي قال لي نرسم ارسم على العربيات وكده. فانا كنت عامله بيج عادي يعني على الفيسبوك وبتاع كنت بنزل فيها صور رسم على الورق. فبعد كده جربت موضوع العربيات ده ف يعني نزلته على البيج عادي عندي. وبعد كده لقيته عجب الناس جدا وانتشر بقى. ناس بدأت تهتم بموضوع الرسم على العربيات ده لأن العربيات كلها واحد يعني ما فيهاش روح كده عارف ليه كلها لون ما فيهاش حاجة جديدة وده جديد وبيخلي العربية مميزة يعني. في نوعين من الرسم ممكن أرسم بقلم دوكو عادية ودي ممكن تشيلها بجاز تنر حاجات بسيطة يعني. في بقى نوع تاني دوكو برضو بس بيحتاج ياخد طبقه ورنيش شفاف عشان يثبت. دي اكتر حاجه انا شغاله بيها. تكلفه الرسم على حسب الديزاين على حسب المساحه على حسب الالوان اللي هستخدمها. مفيش حاجه محدده خالص بالذات في موضوع العربيات. هو فن جديد هنا في مصر نوعا ما يعني انا ما شفتش حد يعني. الاول كان ممكن مثلا راجل او اتنين على عربيته فاهم. لكن ان الموضوع ينتشر ويبقى واخده كمهنه ليك وكده لا يعني. انا وانس ان انا بدات بعدها بقى في ناس كتير قوي. حلم رجع تاني اللي هو فكره العربيه الكامله. فالحمد لله رب العالمين وصلت الحوار ده وكانت عربية ستانس ومعدلة كانت بي ام دبليو 36. المهم عملناها وعملتها وكانت اخذت مني 10 ايام. في العشر ايام دول لو حسبناها هتلاقي في العشر ايام 240 ساعة. انا اشتغلت في العشر ايام دول 140 ساعة شغل متواصل بالنسبة للعربية. اول مره تتعمل في مصر اساسا عربيه كامله تتعمل بشكل هاند ميد بشكل يدوي وإلام دوكو وبترسم قبلها بقلم رصاص. فده كان ريسك كبير جدا. يعني ساره عن جد فنانه.
شفت يعني معروف انه هي اول سيده او اول فتاه بمصر درجت هذا الفن فن الرسم على العربيات وايضا على الحائط وجدران مصر. وبنستغرب انه هي عندها هذا الفن وعندها هذه الريشه المبدعه وهي دارسه بكليه الاداب, يعني ما درسته مختلف تماما عن ما تقوم به الآن. وهنا الحلو أنه لما الواحد يكون عنده موهبة وعنده شغف بقصة معينة أو بشيء معين ما يسيب شغفه عشان تخصصه, لا ممكن تكون في تخصصك تكمل فيه ولكن تتبع شغفك أيضا. صحيح. يعني شوفي السيارات تحولت لتحفة فنية شكلها غريب جدا وشكل مبتكر ممكن يكون حاجة حلوة طبعاً مختلفة. طبعا أصلا سارة نحن دايما بنقول عن وسائل التواصل الاجتماعي أنه إلها سلبيات, ولكن وسائل التواصل الاجتماعي كان إلها شيء إيجابي على حياة سارة لأنه هي اللي شجعتها. أول سيارة رسمتها نزلتها على السوشيال ميديا ولقت دعم كبير وعلى أثرها صار هد مهنتها, فهذا الشيء رائع جدا. خلينا سوا نروح على فن من نوع آخر وتحديدا إلى شاف بلقيس و ولا شاف. صباح النور من جديد. وصفة المالح لليوم كتير طيبة. رح بلش بسلطة السبانخ لأنه مثل ما بنعرف أنه هلأ بالصيف بدنا نحافظ على جسمنا, بدنا نحافظ على طريقة أكلنا خاصة بعد انتهاء شهر رمضان ونحنا كتير أكلنا وخبصنا ودسمنا بالأكل, بحاجة لنبلش بالأكل المريح والطيب وبنفس الوقت الصحي. سلطة اليوم هي سلطة السبانخ, وكمان الأوراق السبانخ لازم تكون الأوراق الطازج مش الأوراق المثلجة. نحنا بحاجة هلأ لناخد الأوراق الصغيرة من السبانخ, فينا نقول البيبي سبانخ أو السبانخ الأوراق صغيرة, رح نصفها بهذا الشكل. رح ضيف عليها قطع من الفطر كمان الطازج. دايما لما عم نقول سلطة عم نقول السلطة يعني كل شيء بنحطه بقلب السلطة لازم يكون كما بيقولوا فريش وطازج, والأخضر الحلو يعني من نقل الأوراق الحلوة. الأوراق اللي منحسها شوي دبلانة أو مخزوقة أو مش كتير مرتبة بناخدها على الطبق يلي بدنا نطبخ فيه أو اللي بدنا نحطه على النار. هون عندي أوراق من السبانخ مثل ما قلت لكم, رح ضيف عليها قطع من الفطر الفريش, منصفهم بطريقة هيك تكون حلوة لأنه دايما منقول الأكل منظر, وكل ما رتبنا الطبق كل ما هيك اشتهيناه أكتر وأكلناه بطريقة شهية أكتر. حطينا قطع من الفطر, رح نضيف البندورة الكرزية, نقطع حبة البندورة بشكل مطاول بهذا الشكل, منضيفها على طبقنا, رح نحط جبنة البارميزون, رح نضيف كمان شوي من برش الحامض على وجه, شوي من البصل الأخضر, حتى دايما أنا بستعمل أوراق البصل الأخضر بيعطيني كمان طعمة طيبة لطبقي, وبالنهاية رح ضيف الجبن. هلأ آخر شيء رح حط الدجاج اللي هلأ بدي أعمله خلطه, رح حطه على وجه صحن السلطة. صحن السلطة هيدا بنحط له صوص الخل البلسميك مع شوية زيت زيتون نحن عاملينه ونتفت ملح, هيدا بينضاف على السلطة لما بدنا نتناولها. هون عندي مثل ما قلت لكم رح أعمل خلطة للفطر, احشيها بالسبانخ والدجاج, اغمرها بالكريم فريش, وعالوجه طبعا جبنة. أول شي بدنا نعمله بدنا نقلي بصل أخضر, رح قلي معهم أوراق من السبانخ بشكل فرم ناعم لأقدر حطهم على وجه حبات الفطر. يعني عنا بصل أخضر بدي أقليه, رح أقلي معه سبانخ, الدجاج رح أعمل له خلطة هلأ كتير طيبة وشهية. على طول كل ما غيرنا بأنواع البهارات لقطعة الدجاج كل ما تغيرت طعمتها. هلأ هون مثل ما قلت لكم عم بقلي السبانخ مع البصل الأخضر,
اتركهم ليدبلوا شوي. رح انتقل عند الدجاج. دايما بدنا نفصل السكينة والكاتينج بورد او اللوحة الخشبية يلي نقطع عليها دجاج اكيد بتختلف عن الخضار وبتختلف عن السمك وبتختلف عن اللحوم، لانه البكتيريا الموجودة بالخضرة وبالسمك وباللحوم وبالدجاج بتختلف عن بعضها. هون عندي سفين الدجاج قطعتهم بشكل مطاول، رح ضيف عليهم ملقع من الخردل رح ضيف عليها بهارات البابريكا والثوم البهار الأبيض هخلطهم بهذا الشكل. رح ناخد شوي من زيت النباتة وشوي من الزبدة. أوكي أوكي أوكي. هون مثل ما شفنا عم ننقع الدجاج طبعا. حط الدجاج بهذا الشكل الفطر رح ناخده بهذا الشكل. شلت الجزء اللي من فوق رح حط عليه شوي من السبانخ. بدي تسمحوا لي حطهم بهاي الطريقة لأقدر جمعهم بإيدي بهيدا الشكل على وجه حبة الفطر. عندي سبانخ وبصل رح حط عليهم بهار الثوم، رح حط عليهم جبنة البارميزون موزاريلا كمان مبروشة، رح أغمرهم بكريم فريش، دخلهم على الفرن. بعد ما دخلهم على الفرن بيكون نضج عندي الدجاج يلي عم بقليه رح يتقدم معه. فإذا عندي سبانخ رح حط له الملح، بهار الثوم، بهار أبيض، على الوجه بارميزون والموزاريلا، رح نغمرهم بشوي من كريمة طازجة هن معلبة بتقدروا تجيبوها من برادات السوبر ماركت. رح دخلها على الفرن شوي. بعد ما ينضج الدجاج رح ضيفهم عليها ويتقدم معها. مثل ما ذكرت شوي من الملح، شوي من بهار الثوم وبهار الأبيض. نرجع لعند الصبايا. شكرا لك شاف، رح نرجع بآخر الحلقة لنشوف الطبق بشكله الأخيرة. مشاهدينا لمحبي السينما والأخبار لا تذهبوا بعيدا، تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى ساعتنا الثالثة من صباح النور، وفي بداية كل ساعة وجه جميل. صباح النور مجددا. شكرا. صباح النور مجددا فرح، ومع الخبر. شكرا، اهلا بكم من جديد، وهذا موجز لاهم الاخبار. جيش النظام السوري يقصف بالمدفعيه مناطق تسيطر عليها المعارضه في جنوب غرب البلاد في تصعيد متواصل من جانب النظام الذي تعهد باستعاده المنطقه المتاخمه للاردن ولمرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل. بدأ التحالف الذي تقوده السعودية بتوجيه هجومه للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي في اليمن وسط مخاوف أممية من تفاقم الوضع الإنساني الذي ينذر بوقوع كارثة. رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري يجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتناول آخر المستجدات في لبنان والمنطقة
وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين. وتبحث ميركل خلال زيارتها بيروت ملف النازحين السوريين مع قادة البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن رفاة جنود أمريكيين مفقودين منذ الحرب الكورية في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة من كوريا الشمالية. تتسارع وتيرة التصعيد في الجنوب السوري وتحديدا مع استهداف قوات النظام لمواقع عدة للمعارضة في درعا وريفها، وبدورها المعارضة أعلنت توحيد صفوفها ضمن غرفة العمليات المركزية ليبقى الترقب سيد الموقف مع واقع ميداني ينذر باقتراب موعد الحسم في المنطقة الجنوبية. هل باتت درعا وريفها على موعد مع المشهد الذي شهدته حلب والغوطة الشرقية والقلمون وغيرها، أم أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة ستفرض تفاهمات أخرى؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من اسطنبول، الكاتب والصحفي غسان ياسين. صباح النور أستاذ غسان. صباح الخير لكم مشاهدي شاشة التلفزيون العربية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ غسان. يعني النظام يحشد على تخوم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، هناك تعزيزات عسكرية كثيفة، وبدأ عمليا التصعيد الميداني، وكان هناك شهدنا نزوح إلى قرابة 80,000 شخص، ودرعا هي من المناطق التي يفترض أنها ضمن مناطق خفض التصعيد. ما الذي يجعل اليوم النظام السوري يسارع إلى تفجير الوضع في المنطقة الجنوبية وخصوصا في درعا، وبالتالي ما هو المتوقع عمليا لهذه المنطقة؟ نعم، كما ذكرت بالفعل منطقة جنوب سوريا محافظة درعا وأيضا جزء من محافظة سوريا تخضع لما يسمى خفض التصعيد الذي نص عليه في اتفاقات سابقة بين الدول الضامنة الثلاث وأيضا ضمن الاتفاق الأمريكي الروسي الذي عقد قبل عام ونصف. لكن الانتهاكات من قبل قوات ما تبقى من نظام الأسد والميليشيات الرديفة الداعمة لها في هذه المنطقة وفي عموم سوريا لم تتوقف ولم تكترث لكل الاتفاقات، لا اتفاقات الهدنة ولا اتفاقات خفض التصعيد. يريد النظام وحلفائه وخصوصا الإيرانيون يعني السيطرة على أو عودة سيطرتهم على معبر نصيب الحدودي، لكن هذا يحتاج إلى معارك كبيرة عسكرية، وأيضا ربما تكون المرحلة العسكرية في حال كانت هناك يعني إرادة دولية أو سنط على انتهاك قوات النظام والميليشيات الإيرانية لهذه الاتفاقات، المعركة العسكرية سوف تتخذ عدة مراحل. يريد النظام أولا فصل ريفي درعا الشرقي والغربي عن بعضهم، يعني يريد بداية السيطرة على تلة الحارة وهي تلة استراتيجية مطلة على عموم محافظة درعا ومحافظة القنيطرة. بالفعل التحشيدات بدأت من جهة محافظة السويداء، أي من ريف الهجوم سوف يبدا على ريف درعا الشرقي في حال يعني هذه التعزيزات استمرت وفي حال أيضا حصلت قوات ما تبقى من النظام على ضوء أخضر. لكن حتى الآن الوضع غامض في الجنوب بشكل عام، هناك تصريحات متصاعدة، لأن على سبيل المثال الأمريكان يصرحون أنهم يرفضون هذه العملية، روسيا قالت أنها لن تغطي هذه الميليشيات جويا كما حدث في حلب وفي أكثر من منطقة. كما نعلم لولا الغطاء الجوي الروسي لما سيطرت هذه الميليشيات وقوات الأسد على مناطق شاسعة من سوريا، يعني منذ 30/9/2015 وحتى اليوم الغطاء الجوي الروسي هو من يعطي التفوق لهذه الميليشيات على حساب قوات المعارضة التي تمتلك القدرات البرية العالية لكنها تفتقر لسلاح الجو أو لمضاد طيران. لكن في الأمس على سبيل المثال يعني في مساء الأمس ومنذ فترة طويلة قامت قوات الأمريكية قوات التحالف بقصف مواقع في محيط قاعدة تنف، قاعدة تنف التي سيطرت عليها الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود قوات بريطانية أيضا وقوات الجيش السوري الحر في محيط مدينة تنف. مساء أمس قصفت تلك الطائرات قوات وميليشيات إيرانية وأيضا قوات الجيش الأسد، واعترف النظام صباح اليوم بهذا القصف. يعني هذا تصعيد خطير ربما ومؤشر على ربما أن الأمريكان لن يسمحوا لهذه الميليشيات بالاقتراب من الحدود السورية الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. لا ننسى أن العامل الإسرائيلي حاضر بقوة في كل ما يتعلق بالجنوب سواء ميدانيا أو سياسيا.
لكن صيغة التفاهمات النهائية أنا أعتقد أنها لم تنجز. يعني النظام يريد التهديد هو وإيران، لكن روسيا حتى الآن مترددة في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري لهذه العمليات. الولايات المتحدة بعد تصعيد تصريحاتها في الأسبوع الأخير، اسمح لي، أمس قامت بقصف لقوات الأسد في محيط التلف. نعم اسمح لي، هناك حديث اليوم عن خلاف روسي إيراني بشأن الجنوب، هل برأيك هو فعلا خلاف أقرب إلى تقاسم الأدوار في هذه المنطقة؟ يعني التسريبات اليوم عن رفض روسيا تقديم غطاء جوي كما ذكرت لقوات النظام في الجنوب، هل هو بهدف عدم إفساد المفاوضات مع الجانب الأمريكي برأيك، وبالتالي إفساح المجال أكثر لقوات النظام لتتقدم في هذه المنطقة؟ تماما، يعني نستطيع أن نسمي ما يحدث بين الإيرانيين والروس في الجنوب تحديدا في محافظة درعا هو خلاف وخلاف واضح. إيران والميليشيات التابعة لها وتبقى من قوات الأسد يريدون عودة المناطق كاملة إلى سيطرتهم وصولا إلى معبر نصيب الحدودي، فيما روسيا تبحث عن حلول أخرى تحت بند مصالحات، أي تريد عودة سيطرة النظام ما تسميه هي الحكومة السورية، لكن دون عمل عسكري عبر سياسة المفاوضات والمصالحات الجزئية. بالفعل روسيا بدأت قبل عدة شهور جهود في هذا الاتجاه، لكن هذا الأمر يأتي في سياق التفاهم الروسي الأمريكي الذي نص على إبعاد الميليشيات الإيرانية كما أرادت إسرائيل لحوالي 40 كيلومتر بعيدة عن الحدود بين سوريا وفلسطين وبين الأراضي المحتلة. لكن إيران حتى الآن لم تبدي أي انضباط أو أي التزام بهذه الاتفاقات، هي تقول أنها غير معنية بأي اتفاقات لا تقرها بين قوسين الحكومة السورية. لذلك بالفعل هناك خلاف واضح بين روسيا وإيران تحديدا في 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 محافظة درعا في 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 المصير العسكري أو السياسي لهذه المنطقة. إيران تحشد الميليشيات الآن محافظة السرداء وريف درعا الشرقي، هناك ثلاث قوى رئيسية موجودة، الحرس الجمهوري وأيضا الفرقة الرابعة وأيضا لواء القدس، وكل هذه التشكيلات العسكرية حتى التي تتبع لجيش الأسد لجيش النظام يوجد فيها عناصر إيرانية سواء قيادات أو حتى يعني عناصر مقاتلة قاموا بإعطاء نفس الزي العسكري من أجل التمويل. نعم. كان هناك قبل أيام تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال أنه في جنوب سوريا من الممكن أن يوجد عشرات ممن يسمونهم بالمستشارين الإيرانيين، لكن لا يوجد هناك أي عسكريين، مضيفا أن مطلب بلاده في المسألة السورية كان واضحا هو إبعاد حزب الله. ويفسر المحللون أن هذه تعني موافقة ضمنية إسرائيلية على حملة النظام العسكرية في درعا، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني هذا التصريح في سياق هذه المعركة. بنهاية إسرائيل ما يهمها أمنها، إسرائيل لا مشكلة لديها في عودة سيطرة النظام على عموم محافظة درعا بما فيه معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. ما يهم إسرائيل بالدرجة الأولى هو إبعاد الميليشيات الإيرانية، هذه جزئية الخلاف بين الروس والإيرانيين وأيضا بين الإيرانيين والنظام ما تبقى النظام من سيطرة وربما من قرار في داخل السوري. هناك تفاهم روسي إسرائيلي بالخطوط العريضة على إبعاد هذه الميليشيات وعلى عودة النظام. إسرائيل ليس لديها أي مشكلة بعودة النظام إلى عموم المحافظة، بالعكس هي من مصلحتها أن يعود النظام كما كان يعني حارس لحدودها على مدار أكثر من 4 عقود. لذلك هذه هي الجزئية التي ربما إن حلت بين الأمريكان والروس وأيضا برضا إسرائيلي، أي إبعاد إيران لمسافة 40 كيلومتر كما نص الاتفاق القديم، أنا أعتقد أن إسرائيل سوف تعطي موافقتها وربما تقدم دعم مال لوجستي لتلك قوات الأسد المدعومة روسيا من أجل عودة سيطرتها على عموم محافظة درعا. لكن لا ننسى أن هناك عوامل كثيرة ربما تعرقل أي اتفاق، أو لا ننسى أن المعارضة قوات برية لديها آلاف المقاتلين متمركزين هناك منذ عام 2012، أي أنهم كلهم أبناء البلد يعرفونها جيدا. يعني في حال بالفعل انكفأت روسيا عن تقديم الدعم العسكري والجوي واللوجستي بشكل عام لهذه الميليشيات، أنا أعتقد أن المعركة في حال اندلعت ستكون معركة طويلة جدا تستنزف فيها الميليشيات، ولم تستطيع بطبيعة الحال الميليشيات الإيرانية يعني بالفعل المعارضة كما ذكرت محافظة درعا دون غطاء روسي. نعم كما ذكرت المعارضة يعني أعلنت توحيد صفوفها ضمن ما سمي غرفة العمليات المركزية، ولكن بناء على توازن القوى الموجود اليوم على الأرض، هل تستطيع قوات المعارضة الصمود يعني بوجه تعزيزات النظام، ويعني في حال كان هناك أي تدخل روسي بناء على ما تفضلت به؟
يعني في حال كانت ضخ روسي وعادت روسيا تقديم الدعم كما حدث في حلب وفي أكثر من محافظة ومنطقة في سوريا، بالتأكيد قدرة المعارضة على الحق هزيمة أو بتلك الميليشيات أو على الأقل على الصمود ستكون أضعف. لكن في حال استمرت روسيا بقرارها بعدم المشاركة في هذه القوات في دعم هذه القوات طالما هناك ميليشيات شيعية تقودها إيران، أنا أعتقد أن المعركة ستكون مفتوحة وطويلة، تستطيع المعارضة الحق هزائم كبيرة بتلك الميليشيات، هزائم في حال اندلعت معارك برية فقط دون تقديم دعم جوي روسي، وأيضا تستطيع أيضا يعني خلط الأوراق وتقوية ملف المفاوضات السياسية أو المسار الذي سينتج عن تلك المعارك. من نهاية هذه المعارك لن تستطيع القوات الإيرانية حسمها بشكل ناجز وطرد كل فصائل الجيش. يعني للأسف الموضوع متشعب والوقت ضيق للأسف. يعني السؤال الأخير أريد أن أعود إلى السؤال الذي طرحته في بداية في المقدمة، يعني هل تلخيصا لما تفضلت به، هل برأيك الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة يمكن أن تفرض المفاوضات وبالتالي نصل إلى حل سياسي ولا يتكرر المشاهد التي شهدناها في الغوطة وحلب؟ هذا احتمال وارد جدا واحتمال كبير. نعم احتمال وارد، احتمال كبير. الضربة العسكرية الأمريكية مساء أمس هي رسالة واضحة لتلك الميليشيات والقوات أن على الجميع الالتزام بالاتفاق خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات والحديث عن مسار آخر غير المسار العسكري الذي تريده الميليشيات الشيعية ومعها ما تبقى من جيش الأسد. نعم الكاتب والصحفي غسان ياسين، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة. أما الآن أترككم مع زميل توني ونشوف شو مخبينا فقرات بعد مع زميل ماني تراز هلا. صحيح، شكرا لك فرح، كنت بتمنى أكون ضيفك اليوم مع هالمنظر الجميل لإسطنبول. إسطنبول الجميل، تطلع معنا شي مرة من إسطنبول بس تسافر بناخذك تتقال معنا إذا كنت أنت المحاورة من وين ما كان بطلع. شكرا شكرا لك فرح. إذا كما ذكرت فرح، الزميلة ماري تريز معلوف باتت جاهزة وفي جعبتها الكثير من الأخبار الجميلة والجديدة عن السينما. فقرة الفن السابع، صباح النور لكل المشاهدين، كيفك اليوم؟ القميص امتداد للكارت؟ ايه اكيد من اجواء صباح النور. اهلا ماري تراز، كيفك؟ شو جديدك اليوم؟ اليوم عندنا مجموعة اخبار سينمائية بس رح تكون البداية مع فيلم انطلق هذا الاسبوع وكنا كلنا ناطرينه وخصوصا توني. لا. وبما انه توني حضر الفيلم رح ناخذ رأيه قبل ما نبلش نحكي. شو رأيك بأوشنز 8؟ أوشنز 8 من وحي الأوشن ومن وحي البحر وأجواء صحيح بحر من النساء، حبيته كتير وحبيت المرافقة لإلي للفيلم. شكرا. أنا بشكيك على العزيمة، رح نحضرنا الأفان بريمير طبعا. حبيته مع أنه في صبغة على الفيلم بشكل عام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتقول أنه ما حبوا صورة النساء اللي عم تسرق، إنما بالمقابل مثلا قريت لقال إنه ما بيهمهم قصة السرعة، مهمهم إنه النساء كانوا عم يستمتعوا. وأنا دغري جيت من هونيك بنفس الشوز، إذا ملاحظة بنفس الشوز إذا طلع إيدك اليمين فهيدا العدل الأول، ضليت جاية من هونيك العدل الأول لاستوديو. خبرينا شو في على وجهك. شو في على وجهه؟ هيدا من أجواء الفيلم، كان في مثل دعاية يمكن طبعا نعمل دعاية لحدا، فكانت من أجواء الفيلم فحبيت أن يكون عن جد بأجواء الفيلم. أنا بالعكس ما بأيدهم بهيدا الشيء، أنا بالعكس حبيت هالخليط من النساء، من النساء القويات عم يسرقوا، كل في نساء بتسرق وفي رجال بتسرق. يمكن الأكشن بوقت السرقة كان ضعيف شوي، لكن هالدمج بين هالنساء بين ممثلات نحن منحب ساندرا بولوك، كيت بلانشيت، توني تو والبشر. حلو انهم يكونوا مع بعض، انا كثير بحب الجامعه. هلا دائما يمكن بالافلام يلي بينجمع نجوم كثير كبار بيصير يخف وهج كل نجم. يمكن كيت ما حسينا الاداء يلي هي معودين عليه نشوفه. لكن هالدور هالقد بيحمل. نعم بس ساندرا بولوك لعبت كانت حلو. لانه كانت هي الليدر تبعها، كانت هي اللي مشايه كل هالتيم. وبتعرفي ان عندي نقطه ضعف على أن هاثاوي
مش معقول شو كانت حلوة. وكمان أنا بنصح المشاهدين يشوفوا. أكيد ما رح ننزع التفاصيل، لكن هالنساء يلي كيف حركوا الفيلم وقاموا بعملية السرقة بطريقة سلسة بتخليك تستمتع بأنه تشوفهم. أكيد مش رح نقوم بعملية السرقة لأنه اللي قاموا فيه هيدا، بس جميل وأنا كمان استمتعت بالفيلم. أنا هفوي سرقت لي قلبي من الأساس. بس هو الفيلم بعتقد رح يعمل على شباك التذاكر بالرغم من أنه على IMDb ما أنه أخذ ريتس كتير عالي، أخذ 6.3 يعني 6.3، لكن اختلفت الأراء حول هيدا الفيلم. وين لوين عزمتيني يوم الثلاثة الجاية؟ الثلاثة الجاية رح نشوف فيلم بابلو يلي كمان هو من الأفلام المنتظرة، بينيلوبي كروز وخافيير باردام. هيدا كمان من الأفلام يلي ناطرينها من سنتين، يلي أعلنوا عنه بكان من سنتين وكان موجود خافيير والشركة المنتجة. اليوم رح نشوف هالفيلم مع أنه نعمل كتير أجزاء عن بابلو إسكوبار، بس لكن اليوم رح نشوف ممثل مختلف. أنا بلاقي يلي لعب بابلو قبل بينيسيو ديل تورو كمان ممثل رائع، وهلا أنا خلص يعني صرت موعود كل أسبوع بأفون بريمير. أكيد رح نرجع على أوشنز 8 وهالنساء. ساندرا بولوك رح تاخد محل شقيقة داني أوشن يلي كان عم يلعب دوره جورج كلوني واللي غاب عن هيدا الجزء، واللي كل الرجال اللي كانوا موجودين بالأجزاء السابقة غابوا عن هيدا الفيلم، حتى النساء يلي كانوا موجودين بالأجزاء السابقة. لكن اليوم عم نشوف خليط جديد. بأول الفيلم بنشوف أنه داني أوشن توفي، ما بنعرف إذا رح يرجع بالأجزاء المقبلة أو رح يكون في أجزاء مقبلة، لكن من بعد ما تخرج من السجن رح تقوم بعملية السرقة. فلنشوف هيك شوي أجواء الفيلم، رح نشوف مشهد منه ونكفي حديثنا. We are going to rob it. Oh, fuck you. $16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now. That's a lot. Which of this place covered? This is the most sophisticated security in the world. Figure all this out. 5 years, 8 months, and 12 days. Why do you need to do this? Because it's what I'm good at. Okay, everybody, let's get started. Here we go. لأنه هالممثلة ساندرا بولوك دايما بتستمتع بأنه تشوف أدائها بأفلام مختلفة، وبتلعب هيدي الأفلام إذا فينا نقول عنها بالسينما لايت الخفيفة يلي ممتعة أيضا. ذكرت شوي كمان بدورة بذي هيت مع ميليسا مكارثي، كمان كانت مشاغبة بعض الشيء ولعبته. حتى بتلعب دور الشرطي وبتلعب دور السارقة بطريقة ممتعة. كيف رضاك على ريهانا وأداء ريهانا بالفيلم؟ سالكة يعني بتصير تطلع ما بتعرفها، خفيفة يعني أساسا ما كان عندها الشغل اللي كتير كبير بالتمثيل بهالفيلم، لكن حتى الشاشة حبتها كممثلة. حلو. هو أوشن زيت لأن فيه 8 نساء لصات سارقات، بس 8 نجمات أيضا لابد ما يشدوا الناس بأنه والمهضومة هي إلينا بونهام كارتر يلي معروفة بهالأدوار الغريبة يلي بتلعبها، حتى لو لعبت دور مصممة الأزياء كمان عطيتها شخصية، بتركب شخصيات بطريقة ممتعة. تعرفي أن ميزيرابل كمان كان جمع أن هاثاوي مع بونهام كارتر بجو مختلف تماما، والميوزيكال هو مختلف تماما. رح ننتقل من هذا الفيلم لفيلم تاني بعد ما انطلق بالصلاة لكن الكل منتظرينه بأكتوبر القادم، وهو بعد سنوات من انتظار طويلة أندي سيركس نزل سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة موغلي. هالقصة الشهيرة يلي كلنا ربينا عليها عن الصبي يلي نشأ بين الذئاب وبالأدغال بيواجه الخطر والتهديد المستمر والتهديد الأكبر من النمر يلي اسمه شرخان. الفيلم مستوحى أكيد من الرواية للمؤلف البريطاني روديارو كبيلغن، ورح يقوم بأداء الأصوات مجموعة من الممثلين المعروفين منهم كريستيان بيل. هالفيلم كمان يمكن رح ينقلنا لأجواء مختلفة، بس عم نرجع نشوف موغلي والقصة الشهيرة. بيقول سيركس إنه التقنيات المستخدمة بهالفيلم هي فعلا مختلفة وإنه فعلا الأدغال، وبيعتقد إنه الناس رح يشوفوا شيء جديد رح يسهرون. رح يكون بتقنية 3D، يمكن تقنية 3D ببعض الأحيان بتساعد إنه ننتقل لأجواء الأدغال، لكن أنا شخصيا ما بقى أحب شوف
هيدا رأيي الشخصي إنه أجزاء جديدة من أفلام سبق واستهلكت. يعني مقلي شفناه كصور متحركة، شفناه أكيد كل مرة عم بيكون الإخراج مختلف، مع السنوات عم بتكون التقنيات طبعا في إيرادات مالية عالية ما بتشبه كتير الإيرادات المالية للي بيحطوا أصواتهم بالعالم العربي للأسف. أكيد للأسف. تأخر إصدار هيدا الفيلم لعدة مرات ولمجموعة من الأسباب، منها أنه صدر كتاب مقلي يلي بيروي نفس القصة وحقق إيرادات عالية كبيرة عام 2016. هالفيلم رحنا بانتظاره ب 19 تشرين الأول أكتوبر، بس من هلأ لوقتها رح نشوف مشاهد من الفيلم ونرجع نكفي حوارنا. And I spent my entire life fighting. So one day, I just stopped. And I gained their trust. Gained their trust, little bro. The jungle is no longer safe for you. رجعنا من الأدغال على الستوديو. بس فعلا هي اللي عم بيقوله المخرج انه عن جد نحن عم نروح على هالادغال، هالقد الصوره حقيقيه، هالقد عيون النمر كتير مخيفين طبعا. لكن حننطر لاكتوبر ونحكم على الفيلم. في لقطات كمان تصويريه خطيره، اخذينه من كعب الوادي وعم يمشي بنص الجبل، يعني ففعلا مشغول على الفيلم، لكن في نوع معين كمان من الناس بيحبوا هالنوع من الأفلام. نروح على الأفان بريمير بأكتوبر. رح ننتقل هلا لفيلم بعد ما تم تصويره، وهو للممثل جورج كلوني يلي عم بيقوم بإخراج فيلم خيال علمي اسمه إيكو، لا يضيف لسجله الإخراجي فيلم جديد. العام الماضي أصدر فيلم للأسف ما كان على قد التوقعات، هو سوبربيكن يلي عنده كان مواصفات عالية لكن انتهى بإيرادات خفيفة ونتائج جماهيرية كمان ضئيلة لأنه ما عجب كتير النقاد والناس. أنا شفته صراحة وكمان بخليك تحس حالك مش عارف إذا بتحبه ولا لا، وبيضيعك مع أنه في أسماء كبيرة مثل ما أنت قلتي مواصفات عالية، مات ديمون وجوليان مور، بس حسيته بإدارة الممثل ما كان كتير قوي، ما كان على قد التوقعات. يعني كان في ممثل اسمه جوا أجس يلي هو الولد الصغير ما عرف يديره أبدا، بالوقت يلي جوا ذاته شفته بواندر كان هو الطفل الطيب، كان إدارته كانت أفضل بكتير، حتى بتحس في شلخ بين المشاهد ببعض الأحيان. صحيح هيدا للأسف يعني، بس يمكن هيدا المخرجين الكبار أوقات بيبقى عندهم أفلام ما بتحسها على قد مستوى غير أفلام تانية قدموها. رح نشوف هلأ شو رح يقوم بالخيال العلمي لأنه كمان من أصعب الأفلام يلي ممكن تتقدم. Confession of a Dangerous Mind قدمه عام 2002 يلي هو وضعه على خريطة المخرجين. هالفيلم كان أفضل وكمان خلى الناس تنعجب بجورج كلوني كمخرج، غير أنه هو محبب عند الجمهور كممثل. رح نشوف إذا رح يعدلوا هيدا الفيلم مجده ورح يرجع بس تعرف حتى The Descendants بسنة 2011 فاز بGolden Globe هو من إخراجه كمان. بتذكروا فيلم كتير حلو كان مشغول بشكل كتير قوي، ففرجينا عدة وجوه لإله. نحن كمان هون ما نعرفين إذا رح يكون بالفيلم ولا لا، يحضر لنا مفاجأة رح يكون بهيدا الفيلم أو لا ما بنعرف. الفيلم المخرج عم بيقلنا انه يمكن يشارك، وصل له انه يمكن. لا امل دقت له، امل دقت له، خصوصا نحن عندنا تواصل مع امل بما اننا لبنانيه. الفيلم عم يحمل عنوان صدى او ايكو، قصه خبير بالطائرات بدون طيار بيعتقد انه عشيقته عم بيتم استبداله وبيبلش يقوم بمغامره. الفيلم يلي هو من الخيال العلمي لكن نحن بدنا نشوف، يعني بدنا نشوف طريقه مختلفه لجورج كلوني، اكيد نحن بانتظاره. ومثل ما قلت ما عارفين اذا رح يكون فيه، فما عندنا كمان بعد صور، عم نشوف صور من الافلام القديمه. انا بحبه لجورج كلوني، يعني على الصعيد الشخصي، يعني طالما حكيت عن الصدى، صدى دائما واصل مع انه ما شفناه باوشنز 8، ايه بس هو انساني طبعا، وناهض حرب العراق إذا بدنا نذكر، وطبعا وقف إلى جانب
السودانيين في دارفور. أي عنده هيك تعاطف عالمي مع الإنسان بشكل عام مثل أنجلينا حتى مؤخرا ما عم تشوفه كتير بأعمال تمثيلية، يمكن كمان قرر شوي يرتاح بيتوجه للإخراج، عم يتوجه يمكن ما هيدا هي يمكن توجهه للإخراج عم خلينا أنه هل رح يبعد عن التمثيل أو هي مرحلة. يمكن أوقات في الممثلين بحبوا يختبروا الجانب الآخر منهم كمخرج. أنت كممثلة يقنعك تمثيليا جورج كلوني؟ مش بكل الأعمال بس بأعمال يعني أنا مني من المعجبين جدا بجورج كلوني مثل ما في بعض النساء معجبين جدا بهالممثل. لا بس في عنده أعمال كتيرة كان بيقنعك فيها، في أعمال كان عم يلعب دور الرجل الجميل فقط. تعرف في بعض الممثلين الكاريزما بتسبقهم، يعني بتحسي شكلهم بيسبق أدائهم صح، مثله لكن نحن شبهناه بأنجلينا جولي بالحس الإنساني وكمان بالجمال. إيه جمالها لأنجلينا دايما بيسبق لأدائها مع أنه ممثلة بارعة، بس أول شيء بتشوفي جمالها، أول شيء بتشوفي شكلها فعلا. بس كمان ممثلة بارعة كمان بأفلام بتشوف أنه عم بتأدي مستوى معين، بس بأفلام أخرى بتقدم مستوى أعلى. يمكن كمان نوعية الفيلم والنص هو بيأثر على كل ممثل. صحيح. رح ننتقل لآخر خبر وكمان من السينما وخبر مختلف. كلنا ربينا عن نينجا تورتلز. صحيح. شو توني؟ لا صحيح صحيح بتحبهم ولا أنه بس بدك تأكل بيتزا من وراء؟ لا أنا وصغير لما وعيت عليهم يعني الصدمة أو التساؤل الأول كان معقول تورتل، لأنه ربينا على أن السلحفات أبطأ الحيوانات، معقول تتحول لنينجا؟ وبعده التساؤل لليوم. فأطلقت شركة باراماونت مشروع جديد وهو نينجا تورتلز بجزء ثالث بعد عامين من الجزء الأول. وهيدا الفيلم يلي هو بيستند على كتاب الكوميك لكيفن إيستمان حول هالأبطال الخارقين يلي بيحبوا البيتزا واللي تم تسميتهم باسم فناني عصر النهضة مايكل أنجلو، رافائيل، ليوناردو ودوناتيلو ومجموعة من الفنانين. وهالنينجا بيستخدموا مهاراتهم المكتسبة من الفئران المشعة بمدينة نيويورك، وأكيد نحن عم نشوف مدينة نيويورك وتحركاتهم بمدينة نيويورك. تم إصدار الفيلم الأول يلي هو يدعى تين إيج ميوتن نينجا تورتلز عام 2014، وحقق إيرادات بقيمة 493 مليون دولار بجميع أنحاء العالم، لكنه لم يرضي الجمهور كثيراً. يمكن العالم كانت متحمسة إنها تشوف نينجا تورتلز لكن ما كان على قد المستوى. وبتعرفي بعدنا لما نربع على الصورة بالطفولة هذا اللي بدي لك إياه، رجعنا حكينا عليه إنه أول أجزاء وأول أفلام يمكن هي بتربي لك الفكرة الحلوة أو هالقد بيكون قوية، فبعدين بتصير تقل، وخصوصا اليوم التقنيات يمكن ما عم بتفيد. المسلسل بال 84 تقريبا يمكن كان البداية، بس حتى نعمل أفلام كرتون. إيه صحيح. بس يمكن بتربى على هيدا، ويمكن التقنيات اليوم تقنية 3D أوقات ما عم تعطي يلي بتخسر العفوية، يمكن عفوية الشخصيات. بس بتعرفي أنا عبالي أطرح عليك سؤال، طالما كمان نينجا تورتلز صور بنيويورك، بتحسي في مدن هي أرض خصبة للتصوير، التصوير الهوليوودي؟ نيويورك موجودة تقريبا بمعظم بثلاث أرباع الأفلام الهوليوودية. ليش؟ لأنه يمكن هذه المدينة يلي فيها هالقد جمالية، ويمكن لأنه نصنع السينما هوني. اليوم بالأفلام يلي بدون يصوروا فيها صحراء وهيك، المغرب العربي. صحيح. والمغرب هي بالتحديد المكان المناسب، حتى لو صوروا أفلام عن العراق صوروها بالمغرب العربي، صوروا أفلام عن المغرب صوروا صحارى يلي هي مفروض تكون بالخليج صوروها بالمغرب. يمكن في أماكن عندها إذا فينا نقول الجاذبية والشخصية وعندها المكان، مثل نيويورك ناطحات السحاب عندها الواقع، وهون خصوصا القصة عم تجري بنيويورك، ففي كتير قصص بيكونوا موجودين وبيكون جماليا عندهم هيدا النفس يلي ما ممكن تلاقيه بمدينة نحن أخرى. مش زعلانين، بتكون المدينة عم تلعب كأنه دور بهالفيلم. صحيح. طيب فنحن كمان بانتظار هيدا الفيلم قريبا. نعم ماري تيريز أنا بشكرك، وبانتظار أنه نشاهد سوا فيلم بينيلوبي كروث يوم الثلاثاء. ونحكي عن بابلو ألمودوفار طبعا. دايما الجديد والبشار حتى دايما طازة. بابلو إسكوبار سوري هلا انتبهت شو قلت. دايما الجديد والطازج مع ماري تيريز معلوف. إلى الأسبوع المقبل. شكرا. وأنتم مشاهدينا ابقوا معنا لفن آخر.
إنه فن الموسيقى والغناء في فقرة نغم بعد الفاصل. حلو كتير. خبرنا أكثر عن تجربة The Voice، يعني قد ايه هذه التجربة اللي بلشت عن عمر صغير عطيتك خبرة وعطيتك هذا التعامل مع فنانين محترفين، استفدت منهم ومن خبرتهم؟ أول شيء أي مسرح بنطلع عليه بنكتسب منه شيء، وتجربة The Voice Kids كانت أهم تجربة بحياتي، يعني نقلتني من مرحلة لمرحلة وتعرفت فيه على الفنان القيصر كاظم الساهر طبعا. وعلى الفنان نانسي عجرم وعلى كمان الفنان تامر حسني والشباب كمان كلهم رفقاتي كانوا، تعرفنا على بعض واكتسبنا خبرة من بعض. يعني كل واحد بيطلع أي مسرح بالعالم بيكتسب منه خبرة جديدة طبعا. بس أيمن، يعني هالشي من شي سنتين ثلاثة كنت طفل، اليوم شايفين قدامنا اسم الله فنان فنان كبير، ولو انه عمرك بعده صغير 14 13 15، ما عم خبر حدا لا. بس قدرت تتأقلم بسرعة مع الوسط الفني الصعب واللي احيانا بده شوية شر. مش رح اقول شر، بما انه بده ذكاء وبده قدرة على انه الواحد يصمد. يعني الواحد بهذا الدومين، يعني كله بأي دومين أصلاً بتفوت صحيح. بحياتك صح. بأي مجال بحياتك بتفوت فيه بدك الحنكة مثل ما بقوله صحيح. فإذا ما كانت عندك أنت عندك إياها، أنا اكتسبتها أيوه. مش عندي وعم تكتسبها يعني بعد كمان قدام أكيد نكتسبها أكثر طبعاً. طيب خبرنا أكثر عن دراستك، يعني أنت ما تركت دراستك. بكالوريا أولى خلصت نجحت إن شاء الله، السنة الجاية ترمينال. السنة الجاية عندك يعني شهادة رسمية الثانوية العامة، وهل بين شو بدك تدرس بالجامعة بالنسبة لك؟ هلا أنا مثل ما عم فكر مثلا بشهادة أخذت اللايف ساينس اللي هي بتعتبر أعلى اختصاص بالجامعة كمان بتاخذ فيها، بس حأنقل يعني أنا بدي فوت بزنس يعني هيك حبيبها من انا وصغير اصلا فيك فيها فيك تمزجها مع الفن منجمد. انه يمكن هي صحيح بإدارة اعمال نفسك على إدارة أعمالك. انت مدير اعمالك اليوم هو استاذك مصطفى زمزم كمان. يلي بيكتب كمان عم يكتب لك اغانيك صح. قد ايه بتوثق فيه وقد ايه مطرح المطارح بتحس انه لا عم يعمل شغله، يعني قد ايه بفوت حبه الشخصي لإلك ام لا بزنس از بزنس، شغل هو شغل مزبوط. كمدير اعمال ما بعتبره مدير اعمال على المسرح، بس كنت على المسرح عندي مدير اعمال، بس بالايام العاديه وبهيك اشياء مقابلات وكذا ما في مدير اعمال. حلو، هو مثل بيي. حلو، يعني انا بعتبره مثل بيي، وهذا الحمد لله اللي نجحنا كمان. حلو كتير. طيب غنيت اغنيه موطني اللي هي لمعت فيها وباكثر من مناسبه غنيتها وهي تعتبر هلا مثل النشيد الثاني لفلسطين، نشيد العروبي صح، نشيد العروبة لأكثر من دولة حتى مزبوط. خلينا نغنيها بس بدي إياها بصوتك من دون موسيقى. يلا غنيها بس قل لي خليني سمعك. ليش جمعتها مع وردة؟ احساسك احساسي وردة. هي شيرين بتحب كثير وردة، تعرف شيرين مثال الأعلى وردة، ويعني أنا مغنيها قبل سوا حلو. قال لك الكريم خود يلا بعد بدنا نسمع غنيتك الاولى حالي بروحي، كانت اول غنيه صح مزبوط. قديه ثبتتك بارض الفن؟ لاقول لك عشي لحالي بروحي كانت غنيه بعنوان نحن هون نعم. من الاخر كنت عم تثبت وجودك مزبوط نعم. هي غنيه ثبت وجود فيها كمان الحمد لله. طيب بدنا نسمع على وسمع يلا خلينا نسمع كمان. فتحت الرسالة وما خطر على بالي كلماتي تغير حالي وتعلي في جروح، ما عاد في أكتر شوف الجرح يكبر، يا ريت دموعي تكتر وتمحي الحروف،
تقيلي لي روح انا لحالي بروح من نظرة عينيكي من لمسة ايديكي المعاد فيها روح انا لحالي بروح من نظرة عينيك من لمسة ايديك ما عاد فيا روح لا تقيلي لي روح اعطيتيني الحنان وبعز الامان صحيتيني باللحظه للبعد اللي كان نسيتيني معقول تركتيني على طول غمرتني جروح الدنيا وما في الا قول انا لحالي بروح من نظرة عينيك من لمسة ايديك المعاد فيها روح لا تقيلي لي روح انا لحالي بروح من نظرة عينيك فنان الرومانسي بدنا نسميك أيمن أمين شكرا جزيلا لك وكل التوفيق بمسيرتك الفنية يا رب مرسي لكم على الاستضافة الحلوة ومرسي لكم على المقابلة الحلوة وعلى الوجود الحلو بالتوفيق بغنيتك المفاجأة مع الرابر إن شاء الله وبالتوفيق لألمانيا ولو إن شاء الله كنا برازيلية كلنا مضروبين بالنهاية بالمونديال بنضوي عليها شكرا لك مشاهدينا سنذهب الى اللمسات الاخيره لاطباقنا لليوم مع شيف بليس وولا اشعث مشاهدينا وبعد هالغنى الحلو والصوت الحلو جينا لاطباقنا الحلوه اللي اصبحت بالتاكيد جاهزه الان صح اكيد يلا نرجع نذكر احنا اليوم كان عندنا اليوم هلبيه بالكرز حطينا المهلبيه اللي نكهناها بنكهه الورد والمزهر حطيناها بالكعب وحطينا من فوق منه الكرز يلي ضفنا له النشا لحتى جمد وبرد واكيد زينا بالقلوبات عندنا الدجاج يلي تبلناه بتتبيله بهارات طيبه حطينا له السبانخ والبصل مع كريم فريش شويه فطر وجبنه وكريم فريش طبعا سلطه السبانخ مع الفطر والجبنه تسلم ايدك ويعطيك الف عافيه ويلا تفضلوا الغدا يلا جايين يلا تفضلي ست راويه شكرا غدانا صار جاهز غدانا صار جاهز واحنا جاهزين ناكل وجاهزين كمان مشاهدينا نقول لكم انتهت حفلتنا حلقتنا لليوم الحفلة كانت حلوة والحلقة أكيد أحلى بوجودكم ومتابعة المشاهدين كملوا شكرا لك سارة شكرا شيف بليس شكرا لمشاهدينا وبقية ويك أند ممتعة مع التلفزيون العربي طبعا إلى اللقاء إلى اللقاء